مزين على اليوم، مبروك عيدكم، يا اهلا وسهلا باحلى جمهور مشاهدي قناه شروق تي في اللي اختاروا برنامجنا المتميز سهره اول يوم عيد. ينعاد عليكم العيد بكل خيراته، راح تتعالى التبريكات والتهاني في هذا اليوم السعيد، وانا سعيد جدا بتقاسمي ثلاث ساعات من الزمن مع فريده. اهلا فريده، صح عيدك. صح عيدك يا لطفي، صح عيد العيد من وين مره اينما تلم، كل عام وانتم بخير. مرحبا بكم على شروق تي في، مرحبا بيا معاك. نورتينا ونورتي بيوت المشاهدين ومنورة بوجودكم. أكيد نعيشوا ثلث ساعات من الزمن كلها متعة، كلها فائدة واستفادة، نتعرفوا على ضيوف مميزين راح ينورونا في طلالتهم حتى يعيدوا على جمهورهم الغالي على قلوبنا جميعا اللي يتابعونا من خلال قناة شروق تي في ومن خلال أيضا قناة شروق نيوز. نضع تحت تصرف الجميع رقم تليفون وحيد وأوحد يمكن للكل التفاعل معنا من خلاله ومعايدة كل الأحبة. صح فريدة؟ معليش نترجم لهم. تعيطوا لنا في اي لحظه، رانا على المباشر على شروق تي في. راني سعيده جدا اني نشارك البلاتو معك، مع زملائنا، مع كل الفريق التقني وكل ضيوفنا المتميزين يجوا واحد من الاخر طوال السهره باش ان شاء الله نجوزوا سهره كي اللي رانا في الدار قاعده بيناتنا. صح. لمه عائليه. صح. وراح تتحداكم جميعا فريده وتعيش تحدي وراح تتقن اللغه العربيه، لانه من خلال قنواتنا ندخل لكل بيوت العرب اللي تابعوا برنامجنا. تحيه لكل الاوطان العربيه، عيد سعيد، ينعاد عليكم العام بالخير والصحه والهناء جميعا. اهلا وسهلا بالجميع، تفضلوا. نبداو بالضيوف. كاين نرحب بكل المشاهدين من جديد اللي التحقوا بنا الان واختاروا قناه شروق تي في وقناه شروق نيوز باش يعيشوا معنا ثلث ساعات من الزمن راح تتعالى من خلالها كل ايات التهاني والتبريكات بمناسبه عيد الفطر السعيد. تحيه لكل المجتمعات التي تتابع قنواتنا بما فيها كل الجزائريين اينما كانوا، تحيه خاصه لكل الجاليه المتواجده في المهجر اللي يتابعوا هذا اللمه الجميله اللي نعيشوا من خلالها خصوصيه البيوت الجزائريه وعاداتنا وتقاليدنا. ان شاء الله يكونوا جوزوا رمضان بلهنا، خاصة طبعا الجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج نسلموا عليهم بزاف بزاف. وطبعا ان شاء الله العيد كان جوزوه مع العائلة ولا اتصلتوا بهم، ولا ما قدرتوش تتصلوا بهم يقدروا يتصلوا بنا باش يجوزوا تحياتهم. صح. على المباشر. صح. على الهواء. هما متعودين يعني الجاليه المتواجده في المهجر يبرمجوا يضبطوا العطل نتاعهم اللي تتماشى مع كل الاعياد. كاين بزاف اللي جاو. صح. صح. مرحبا بهم في بلادهم، مرحبا بهم في ديورهم. وحنا جاونا شروق، راهم في مع شروق، عبر شروق راهم في دارهم. والضيوف نبداو نستقبلوا بهم، نبداو نستقبلوا ضيوفنا اللي راح ينورونا بطلالتهم. عندنا مجموعه كبيره من الفنانين اللي تعرفتوا على اعمالهم خلال دراما رمضانيه، هناك ايضا فنانين اللي تحبوا اصواتهم راح نتحدثوا معهم على اجواء العيد كيفاش قضوها مع بيوتهم ونستقبلوا ضيوفنا. سيد علي شلبلا ينورنا بطلالته وحضوره، مرحبا بك سيد علي. مساء الخير، صح عيدك. مطرب كل الافراح والاعراس الجزائريه بامتياز ليؤدي كل الطبوع سيد علي اللي حاضر في كل المناسبات السعيده. مرحبا بك سيد علي. صح عيدك كاع المتفرجين الامه الجزائريه والعربيه كامله ان شاء الله. ايضا من الوجوه اللي صنعت فارق في الدراما الجزائريه من خلال اطلالته قدرنا من خلاله ايضا نكسب قاعده جماهيريه عربيه لانه عنده محبين كثر بالمشرق. خضر عطوي اللي خضر عطوي اللي كان شارك في مسلسل 11-11 وسجل صوره حضور مميز راح تكون عنده عطله مميزه ايضا من خلال سهرتنا لها اليوم. اهلا وسهلا بك خضر. شكرا لك. عيد سعيد. صحة عيدكم. شكرا، نورة بوجودكم. مساء الخير، مرحبا بك. ولينا نخافوا اللي يلعبوا في 11-11. لا. مرحبا بك. مرحبا، شكرا. ايضا ضيفتنا الثالثة اللي نورتنا هي اسم الاسماء اللي صنعت فارق ايضا في مجموعة غنائية يعني اختزلوا من خلال اغانيهم كل الاحرف كي يصلوا قلوب الملايين، حتى الفرقة اسمها حرف والاسم اللي يعتمد عليه الفريق اللي عنده صوت مميز وحضور رائع هو العنصر النسوي الوحيد هانيه اللي راح ما تكونش الوحيده في برنامجنا وسهرتنا لها اليوم وانما راح تعرفوا على اسماء اخرى. مرحبا بك هانيه، نورتينا.
وعبر طبعا الفرقة حنديروا تغريدة للشعب فلسطين وإخواننا في فلسطين، لا يرحم الشهداء وربي ينصر فلسطين. وشفنا الأجواء لطفي في فلسطين، كانوا يوجدوا الحلوة، كانوا يوجدوا العيد، الأولوية للفرحة، هذه هي الفرح مقبل القرح، صحيح سبق القرح. احنا نحاولوا نصنعوا البهجة وندخل الفرحة لبيوت المشاهدين أينما كانوا، كثر اللي يتابعوا قناة شروق تي في وأيضا هذا البث المشترك بيننا وبين قناة الشروق نيوز. إذا نضع تحت تصرف الجميع رقم تليفون، رقم الهاتف اللي راهو تحت تصرفكم، تقدروا تصلوا بنا، خاصة لكان ما قدرتوش، لا راكو في الخارج ربما، ولا راكو بعاد على العائلة تاعكم، ولا الناس يحبوا يسمعوا الاسم تاعهم عبر الشاشة ولا عبر الإذاعة، صافي توجور بليزير أنه الواحد يخمم علينا ويجيو لنا اون بوتيت ديديكاس، تحية لمن تحب كما تاع بكري كنا نوضوا بها. إذا كل شخص يحب يهنأ ويعيد على الفنان اللي يحبه، عندنا مجموعة وتشكيلة من طبوع الفنية اللي تمثلها العديد والكثير من الأسماء الجزائرية اللي قدرت توصل بالأغنية الجزائرية إلى أبعد الحدود وأبعد المستويات. جوهرة أيضا من الأسماء الفنية الجزائرية اللي متمكن من كل الطبوع، حاضر معنا في هذه السهرة باش يمتعنا بصوته ويعرفنا على أخباره أيضا. مرحبا بك جوهرة، أهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نورتونا. عندك عندكم مبارك ولكل الشعب الجزائري، وشكرا على هذا مرحبا بك فداكم، مرحبا بكم كامل بالضيوف. الو سؤال نبدا بك، راك في دارك انت يا سي بون، انت راك في دارك اكثر مني ربما. انا جيت ابي. الو السؤال الاول على بالي وحنجوز عليكم كامل بالواحد، على بالي باللي العادات والتقاليد انه القهوه هذيك القهوه حليب، ما على باليش واش تفضلوا قهوه حليب ولا قهوه كحله تاع العيد الصغير، كل واحد واش يفضل باش يبداها، اما بالمقروط اللوز اما بالبنيون باش اليوم كسرت عيدك ما يقولوا باش كسرت عيدك. معارك بالمسمن احنا، الله يبارك، بس كنكونوا شهر كومبلي ما شفناهمش. بالمسمن توحشتهم. احنا عندنا الاخت الكبيره تجي من دارها غير باش دينا غير مسمن، وصباح ربي تمد لنا كاع باسكو نسكنوا كاع في تسمى كاع جيران، كل واحد واش عنده. كاينين احنا في القبائل نديروا الخفاف، كاين بيتي الكاطو، كاين الكاطو كاين من صح، هذه المعارك ولا الخفاف ولا حاجه. الله يبارك خيار الناس. أصلها معروفه يعني. والجزائر في كل انحاء الجزائر كل واحد وعنده يعني من دويره لدويره تقدر تبدل العادات والتقاليد، اما في دوك جوهره في ربما في بازا في بازا. دوك واش درت واش ديروا العيد الكبير؟ العيد الصغير يعني ديجا راني دات دو موا على فونس رحت راني شي بريسي. حنا نديروا المقروط، نديروا البقلاوه، هذه هي مع الصباح، مع الصباح المعسل، المعسل تاع المنطقه فوكا قولي عاش ماشي بعيد على الجي كيما العاصمه نفس قبر التقليد. نديرو حلوى الطابعه ثاني هذيك تاع بكري. ايه باوي لا باز هذيك، جيسبيغ ما طيحتوش السنيوه كي ديتوها على البولونجي هذيك اللي ما ترجعش للدار، تقدر تبدل الدار تبدل ادغيس الى اخره. وانتوما لا ريجون لبنان، نحن عندنا شيء اسمه المعمول. المعمول ويجي محشي كذا شيء، تمر فستق جوز لوز حسب واش تخيري. انا باخذ نسكافيه الصباح، نسكافيه ومع المعمول. داكو المعمول باش عجينه، وي عجينه وحلوه نسميد، وي حلوه نسميد معموله ويديروا لها السكر على الوجه وتجي محشيه في الفستق التمر. هذا في لبنان، انت حليمك في الجزائر. مشكلتي هنا اليوم اكلت اليوم مقروط، مقروط اللوز ولا مقروط هذا المعسل. ايه واش فيه اللوز ولا فيه اللوز؟ لا اللوز. واكلت حاجه كاينه شكلها مثل الهلال، شرك. ايوه تشرك، بيض ولا بيض ولا لا لا مش في السكر، شرك عريان. عريان ما لبسناش اليوم، ما شفناش حوايج العيد. هذه اكلناها مور الفطور، هذا كامل ما شفناش حوايج العيد. هانيه هانيه. الوغ جو بونس كو حنا في الدار كل عام سي باغي، جو بونس واش نوجدوا كامل حلوه تاع العيد ديريكتومون نحطوها فوق الطابله مور الصلاه تاع العيد نقعدوا نشربوا. وشريتوها ولا خدمتوها بصراحه؟ لا خدمنا شويه. خدمنا شويه. بنيون درتي بنيون؟ انا ما درت شنو، دارت اختي البنيون، مي افغي دير اليوم انا ما استقهويتش كليت ديريكتومون طعام، ما نطش بكري اليوم. سي بيان دوك. الله يسلمك. ولطفي وانت يا انا كيما يعني استغربت لكني كيما هي ما نوضش بكري. انا ثاني نوض بكري دوك فطرت ديريكتومون مع الغداء. انا نحب مقروط اللوز لا فيغيتي نشهاه، جو سي با بوركوا نقدروا ناكلوه في رمضان بصح نستنى العيد الصغير شغل نصوم عليه طوال الشهر. بديتي به باش نستبنوا مع الصباح. بديتي به فوالا. مي يعني حابه نسيي هذا المعمول سي سا.
معمول، انا حابه نصير المعمول. قلنا برك اول شخص اتصلت به بما انك راك متواجد في الجزائر، شكون الاول اللي عيطت عليه؟ اول شخص عيطت عليه الوالده اكيد والوالد، يعني اتصلت فيهم كيف كيف هدرت معهم مع بعض ولقيتهم بخير. الحمد لله بخير، معايدين بتعرفوا بعيد عن العائلة بضل عيد ناقص فما بتكمل إلا معهم. هذا أول عيد بعيد عن هذا الأهل. أول عيد بحياتي بكون بعيد عن العائلة. شافوك في دورك؟ شافوك في أكيد أدورك؟ أكيد شافوني. الأم خاصة فخورة تعرف تهوى الشباب فيهم هي أم، يعني أنت الرقم واحد وخلص خلصت. كل خنفوس عند المغز يعني. بس سامبا بوغ لوي مي لي بو لي فريمون بو الله يبارك. دونك سؤال اخر ربما قبل، اسكو تروحوا عند الناس ولا يجوا عندكم؟ اسكو انتم الدار اللي تلم ولا عندكم دار كبيره ولا هكا دار؟ العاده انتم تروحوا لهم يجوكم. سيدي علي داره كبيره الله يبارك. انا داري باه كبيره بصح انا كيما نقول الام تاعي تكون بعيده عليا 300 متر. احنا نطلعوا عندها ونتلاقاو كاع تما الله يبارك، الفطور تما ومن بعد كل واحد اللي حاب يحمل الفطور كيما انايا حتى ل 12 فطرنا تما. لازم تختوخه بيان سور، تختوخه تاع بساكره معروفه الام تاعها معروفه الله يبارك. ضربنا تختوخه وضربنا المحاجب ضربنا توسكي بات حاله، ومن بعد 12 رحت لديت العائله الصغيره بيان سور رحت عند نسابي. عند نسابك سي فري. وانت واش درت بيسكاك وحدك؟ بتيت ما راكش وحدك انا جو سوبوز اسكو واك كل الجزائر ديجا ديجا لا كيوريوزيتي. نحن في لبنان كيما العادات هنا كنا نجتمع عند جدي الله يرحمه، توفى هذه السنه ماهوش معانا بالجنه ان شاء الله، فدوك نجتمع عند الوالد ومن بعد نطلع عنا مثل الضيعه كيف هون عايشين بالعاصمه بيروحوا على وهران بيروحوا كل واحد بيروح على منطقته، نطلع على الضيعة تجتمع كل العائلة بنقعد بالحديقة. هذه في لبنان؟ هذه في لبنان. باردون اسمح لي، هذه أول رمضان ولا ثاني رمضان جوزتوا هنايا؟ أنا هذا ثاني رمضان بس أول عيد. أول عيد. أول سنة رحت قبل العيد. كنت تواجد إنه الأجواء تكون هكا ولا لا؟ كنت صراحة إيه كنت حابب أجرب رمضان هون، الحمد لله جربته سنتين وكنت حابب أجرب العيد. إيه فرق بين لبنان والجزائر؟ صراحة لك التقاليد الأمة الإسلامية بكل البلدان كيف كيف تختلف شوي تفاصيل، خلينا من العبادات يعني العبادات لا لا مش عبادات تقاليد العيد عم حتى نحكي العادات. حتى العادات عم نحكي وي كيف كيف ما كاش الفرق وي. هي باش نغافروا صلة الرحم والغفران أكيد والتسامح يعني يوم العيد يعني هنا ولا في لبنان الكل بيروح بيزور القبور أول يوم بيترحم ويرجعوا يلتموا عند العيلة يفطروا كيف كيف يعني هنا وهناك كيف كيف. مرحبا بك راك في بلدك أكيد. شكرا أكيد راني في بلدي ومع خوتي. أكيد في بلدك. نشوفوا أيضا هانيا. هانيا قبل ما نشوفوا هانيا لو سمحتوا نديروا بيتيت بوز نكتشفوا ونعاودوا نكتشفوا كليب اللي انتجته شروق تي في بصوت فنانة ياسمين بالقاسم. اكزاكتومون اللي سي اون ريبريز سي اون ريبريز للأغنية المعروفة هي من التراث صح عيدكم بطريقة جميلة عصرية. تصوير رائع تصوير رائع لمكمل العادات والتقاليد لوليد بوشباح داير دونك هو اللي دار الإخراج. نشوفوا الكليب مع بعضنا ونعاودوا نرجعوا لكم. يلا تفضلوا. حبيت الأغنية وي إلي مانيفيك وعودة لكم مازينو نهار اليوم ومازينو لمتنا ان شاء الله تكونوا بخير في ديوركم واللمة العائلية تكون عبر شروق تي في اليوم. حضرونا انفسكم حاطين تحت تصرفكم رقم تليفون وحيد واوحد يمكن للجميع ان يتواصل معنا من خلاله يحكي لنا كيفاش تجوز اجواء العيد واذا كان فيه اي تهنئة بالمناسبة مفتوح لكم الخط جميعا والخط مفتوح لكل المشاهدين وايضا ضيوف مميزين اللي اختاروا انهم يكونوا حاضرين معنا في هذا البلاطو الخاص بالعيد سهرة اول يوم عيد ينادى عليكم بالخير والصحة والنوم مكملين مع ضيوفنا مميزين. سيد علي حاضر حاضر ناظر كنت بل كان بعيد باسكو أوي استقبل أوي استقبل لي مناص عبر هذا نقول لك باسكو صرت شخوخة أختي الصغيرة دارت الرشتة قالت لي الرشتة وقالت لي ميساج مالها تاع طيط 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 الله ما كان ما نحكيلكش باش نرضيوها لازم باش نرضيوها لازم نقول لك مام الرشتة تاع شافية أختي الله يبارك الله يبارك وباش نرضيو المشاهدين لازم تغني لهم لازم نغنيو بون احنا ما بروغرامينا والو ماليش انا قاعدة شغل كي اللي في الدار نوقف ولا نقعد حاجة من ذوقك من ذوقك حاجة من ذوقك مع الزينو تحية لزينو بيدرو
ايوه ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي جيت نسألك جيت نسألك يا طالب وتكلم وسقسيني على حالتي وجرالي راني 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 بتسهران طول الليل من حب غزالي راكواني قالت سرقي بكان راقد مصر بتسلك نجيك راني يا غايتي نحارب خفت الشي عاجي عديب مطول دليل كي طوال وانا في بيت غير وحدي مزلي مبني على الخبال مصر بتسلاكي نسدي تيران تيران جاني مرسول بعد حالة دق دق في الباب قال سيدي قلت له اهل والسيالة بقدومك يا الريم عندي ان ترجى فيك داش حال يا طفلة فيك خاصة ما صرت سلاك نجي راني يا غايتي نحارب خفت الشي عاجي عديب وبدت بدموعها تهرب دي عمري الخسالي القتل ولا اللوم صعب وانا مدوم غير بيك والدنيا غير قال قال مبني على الزهود وانيك وانتي تركيا وبتناس تعرفي خاطري عنادي وانصرت البطال قال مبني على الزهود وانيك وانتي تركيا وبتناس تعرفي خاطري عنادي وهادي ليلة وكل ليلة واحنا فيها مونسين بالوحش قلوبنا دلالة هادو عامين كاملين والشمعة دارت الدبيلة قالت لي قوم يا حسين جيبوا شموع لا تسلى جيبوا الحرجين كاملين مطول دليل كي طوال يا طفلة فيه هيا اعطونا سبيغة اعطونا سبيغة هيا صحة عيدكم يلا سحور المجمر دانا هو اللي بيع ويلي سحور البراد ولاد الولاد قليني قليني واكل فالطفية نستقل الغزل شوفوا 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 الكبر بلو الشهدو سحور هكي وليد خطي بسيط طالب يا يهودي ويا خوتي كتب يعطونا تسبيغ يعطونا تسبيغ ناس لبنان وقالوا لي يا غي تسب بزول وليا بركة سيدي يحيى ديرني بالله وبيك يا الولي الهادي بن عيسى وعطشان باغي نروح قالوا لي يا تسب بظل وليا بركة سيدي يحيى دير النية بالله وبيك يا الولي الهادي بن عيسى وعطشان باغي نروح هلا لا وانا بنتك عجباني هلا لا وانا قلبي ومهناني هلا لا والسيري يا مهبلاني هلا روحوا قولوها لبوها روحوا قولوها روحوا قولوها لبوها روح
جينا نخطبوها وانا بنتك عجباني. هلا لا اشور اختي بمهبلاني. هلا لا شايب شوية سيرت مش شايب شوية سيرت مش شايب شوية سيرت مش شايب شوية سيرت مش شايب شوية وضريتيني في عيني وانا بنتك عجباني. هلا لا وانا قلبي ومهناني. هلا لا او تسيري يا مهبلاني. هلا لا كاين الحب وكاين الغرام. كاين الحب وكاين الغرام. كاين الحب وكاين الغرام. وكاين الحب وكاين الغرام. وكاين وصالين الكلام. كاين وصالين الكلام. وكاين نكارين الطعام. كاين نكارين الطعام. وكاين كاين ولاد الحلال. كاين كاين ولاد الحلال. كاين كاين او كاين كاين ولاد الحلال. كاين كاين نعودوها قولوا معايا. يا كاين الحب وكاين الغرام. كاين الحب كاين الحب وكاين الغرام. كاين الحب وكاين الغرام. وكاين وصالين الكلام. كاين وصالين الكلام. وكاين نكارين الطعام. كاين نكارين الطعام. وكاين كاين ولاد الحلال. كاين كاين ولاد الحلال. كاين كاين اه وكاين كاين وكاين كاين وكاين كاين وكاين كاين وكاين كاين وهاد الساعة شابة باش لدينا. الله الله عليك. الصحة ميرسي. برافو 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 برافو. هذه كيما كانت واجدة لو كان ولو كان وجدت هاي ما لو شي صراحة. بالك ما شاء الله صوت رهيبة ما شاء الله عليه. الله يبارك. كل الطبوع متميز ومتمكن في كل طبوع. برافو عليك. وزاد له جوهرة ثانية. اه وي باوي برافو. ركبتوا على بعضكم. وشفت شفتك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خلاص ان شاء الله في عرسي انت اك معاول تخطب هنا. خلاص اك معاول كل عروسه خطب. خلاص خطب وجزائريه وقتاش العرس؟ مازال هي من وسط السنين. تعلمت تعلمت مازال. خليني نزيد نسقسي. لا 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 خليني ندخل في الحشريه شويه في الخصوصيه. تفضل قل لي برك هي من المجال الفني؟ لا 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 مش من المجال الفني. وكيفاش جرى اللقاء يعني؟ هي عايشه في لبنان. هي عايشه في لبنان. اوكي عايشه في لبنان. دوك راهي دوك تبادلتوا في اصلها جزائريه. وي هي جزائريه من العاصمه وتقابلنا في لبنان ودوك تبادلنا. والعرس راح يكون هنا وهناك. هنا في الجزائر ولا هنا؟ في بيان ان شاء الله. لازم عرس على التقاليد. لازم عرس على التقاليد الجزائريه. واش يدير في لبنان؟ شوف انت انا ما ندخلش روحي. واش سينزيه؟ واش ساكسي؟ هي عمال تخدم في لبنان؟ وي هي تخدم في لبنان. وي في السفاره. خلاص خليه ومن بعد كي نديروا لابوب نسقسيوه. قولوا لي برك بالنسبه لي احنا حكينا على العادات والتقاليد تاع الجزائر. يعني كل دار عنده عادات وتقاليد ولكن الكل يتفق انه العيد هو اللي يلمنا من خلال هذه الزيارات. نروحوا نزوروا الاقارب ونزوروا الاهل. ما سقسيناش نجمتنا عضو فرقه حرف هانيه. من اي منطقه انت يا؟ انا من الجزائر. انت عاصميه؟ انا مه. وكل اهلك بالعاصمه؟ لا بابا انا من الصور. من صور الغزلان. وماما جيجليه. ماشي ها شفتي لطفي كي بدا ينبش ينبش يجيب الاصل مني. جيجل وصور الغزلان ولا لفه في الدار كل يوم؟ ولا تهضروا بالجيجليه ولا بالصوريه في الدار؟ لا لا نهضروا يغلب. Je pense que nous avons dit que c'est normal. Parce que même mes parents sont en Algérie, mais ils sont en Algérie. Tu as l'adat, tu as l'adat, tu as l'adat. Oui, je pense oui. Mais tu as maman qui a dit que tu as l'adat, tu as l'adat, tu as l'adat, tu as l'adat. Tu as l'adat, tu as l'adat, tu as l'adat, tu as l'adat. انواع مختلفه تاع بس كي تشابهوا بزاف سي فري الاطباق تاعنا يتشابهوا ربما لكن سي فري كفي جيجل عندكم هكا لمسه خاصه بكم عم بالحوت سي صحيح. الله
جوهره دونك الموسيقى رمضان الوغ كيفاش كان كيفاش كان رمضان مع خدمتوا درتوا دي ريبريزونطاسيون ولا كنتوا برك بعض الحفلات شاركنا عندنا كيفاش كانت الاجواء؟ كانت اجواء رمضانيه بهيجه ودرنا حفله تاع الختان يعني خلقنا البهجه للاطفال واليتامى اللي تختموا في خلال شهر رمضان. الفنان يزكي حتى بصوته. نعم. اكيد ايه خاطرش الحفلات سي فغيك في رمضان نغتنموا الفرصه في ليله 27 نديروا الختان الجماعيه ختان ولا ختان الاطفال تاع المحتاجين دونك سي بيان هي حاجه مليحه الواحد يشارك باي طريقه كانت. صح. وحنا بطريقتنا معك ايضا هنا اليوم نعاودوا نتفكروا اطفال فلسطين ونتفكروا اخواننا بفلسطين ربي ينصرهم عمرنا ما نسيناهم. الله يرحم الشهداء. امين يا رب. طبعا عمرنا ما نسيناهم لكن طبعا الحياه تستمر طبعا لازم نحتفلوا. اتصال هاتفي اول معنا في هذا الساعه نقولوا الو مساء الخير. الو الو عندنا مكالمه. سعيد سعيد كل عام وانت بخير. سعيد وتزيدوا الخير. سعيد وتزيدوا ان شاء الله كل عام وانتم بخير. مرحبا بك. الاسم الكريم من بجاية نورمالمون الاسم الكريم من فضلك. شيماء من بجاية. مرحبا بك شيماء. اهلا بك وبناسنا وحبايبنا من بجاية. كل عام وانت بخير. كيفاش جوزتوا العيد؟ ربي يعيشكم كل عام وانتم بخير. احكي لنا كيفاش جوزتوا العيد اليوم؟ والله لاباس الحمد لله. الحمد لله. شيماء حبيتي تجوزي ربما تحية لك كش واحدة ويشوف فينا ولا العائلة تاعك ولا تفضلي تحية تاعي العائلة تاعي. تفضلي هم يسمعوا أكيد هم يسمعوا ولا حنا رانا نسمعوا فيك. تفضلي الاسم تاع العائلة. نقدم تحية تاعي لأهلي في إيه كملي. نعم هرب. كملي كملي ونقطع الاتصال. ماليش لا بروشين فوا سمعينا عبر الهاتف نقصوا التلفزيون كي تدخلوا في التكلم معنا باش ما يكونش ديكالاج باش تسمعونا مباشره عبر الهاتف. تصلت بنا مرحبا بكم. منطقه القبائل وحنا ما بعدوش على منطقه القبائل. جوهره من الفنانين اللي يغنيوا يأديوا الشلحيه صح؟ نعم نأديوا الشنويه. كاين اللي يقولوا لها الشلحيه كاين اللي يقولوا لها الشنويه عندنا ستيل دينان وسمو. في منطقة بتي بازا شلف عند فلا هذو كلهم جوهرة يؤدي كل الطبوع المغاربية بصفة عامة. مغاربية بصفة عامة. لكن عندك ميستك ولمستك أيضا في لما تغني باللهجة المحلية الأمازيغية تاعنا تاع تي بازا. شكون اللي يكتب لك الكلمات؟ لا أنا نغني من التراث. من التراث. تجيب كل ما هو التراث. من الداحات تاعنا الناس اللي يغنوهم في قورايا في داموس بني حوا. باسكو أنا ننتمي لهذيك المنطقة. فانا ناخذ بعض الكلمات الهواوات خاصه الهواوات نغنوهم في البياتي ولا في الراس ولا هواوات كيما المديح سي سا سي كان عاودت ولات الخالات اللي باش دارت الازم اللي عاود قلعت مليح طاو صراحه هي غنات هذوك في الخالات تاعهم دارت يا التراث صحيح ولا المرحوم ايه تروح تولي التراث. اسمح لي شيخ احنا التراث تاعنا مازال ما اكتشفوش ما اكتشفوش لان احنا عندنا الستيل تاعنا اللي دينا هذا يتغنى بالقلال والقصبه ولكن بالامازيغيه وعروبي عروبي شغل تميل العروبي تاع شلف لكن امل زان من الفنانات اللي غنات الاغنيه طبعا غنات غنتها بطريقه عصريه عصريه لكن هو في الاصل بالقصبه والقلاص عروبي. وانت راح تخليها على اصوله. ماذا بيا تخليها انهم كاع غنوه بالطريقه كما نقولوا العصريه. العصريه معليش انت نزيدوا فيه سنتي ولا سنتيتيزر وانت يا واش حتقترح علينا اليوم واش نحن نسمعوا؟ اقترحوا اغنيه امازيغيه. نسمعوها يا حبيبي نسمعوها. هو اول عمل ليه مازال ما طرحوش للسوق صح؟ لا خرجت اغنيه امازيغيه تاع يناير. اوكي. في يناير. ايه. هي اغنيه حكايه عندنا معروفه في المنطقه. ايه اسمها يناير يوسف. كل يناير يوسف حكايه تاع العجوز وعسى الفيومين والناس في مرة. نسمعوا الاغنيه امازيغيه هي من العربيه. نوار الخوخي نور. ايوه ايوه ويداني داني دينان العمار هدا
داني داني دينان العمار وداني داني دينان العمار نتشوف غنورد الخوخ نوار الله افوز الله 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 وداني داني دينان العمر داني داني دينان العمر داني داني دينان العمر نتشوف غنورد الخوخ نوار الله الله كي رحت باش نتزوج يا العمر زهري كان معوج يا العمر رحت باش نتزوج يا العمر زهري كان معوج يا العمر طلبت ربي فراش العمر فتحوا علي البيبان حيتي الله افوس افوس كي رحت باش نتزوج يا العمر زهري كان معوج يا العمر كي رحت باش نتزوج يا العمر زهري كان معوج يا العمر طلبت ربي فراش العمر فتحوا علي البيبان اخيتي داني داني دينان العمر داني داني دينان العمر داني داني دينان العمر ما تزرع الورد لخوخ نوار رحت باش نحواس يا العمر جيبي كان مفلس العمر كي رحت باش نحواس يا العمر جيبي بان مفلس يا العمر ما لقيت باش نتونس العمر غلقوا عليا البيبان اخيتي داني داني دينان العمر داني داني دينان العمر داني داني دينان العمر نتش زريغ نورد الخوخ نوار الله عليكم داني داني دينان العمر داني داني دينان العمر داني داني دينان العمر نتزاري غنورد الخوخ نور نتزاري غنورد الخوخ نور جوهرة راح يخطب وتشوبر جيبو كان فارغ مرحبا بك هذه على فكره هذه دخله في الاغنيه الامازيغيه كتبها اللي هي الرفران من التراث ولكن الكتابه لاحمد الطاهري هو كاتب كلمات هذه جديده ها وبالعربيه ماشي بالقبيليه هذه ماشي بالامازيغيه الرفران بالامازيغيه نتش زريغ نوار الخوخي نوار داني 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 دينانان هي امازيغيه ولي كوبلي بلا انا كيرانا نهضروا على الخطبه ونهضروا على الفل لا لا المهيبه المهيبه وحق الملح لا لا نهضروا حق الملح جو بونس كاع حضرنا وحق الملح ماشي اللي خاطب لا لا حق الملح ماشي اللي خاطب على لا 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 حق الملح اليد شوف شوف لا لا استنى ملح اليد يخلص خليني نفهم اليد تاع المراه كي طيب وتاع يا في رمضان لو بابا ولا راجلها ولا هذيك هذيك صح هذيك كاينه وي صح دبتوها ولا ما دبتوهاش كاينه انا جيغيان روسو انا جيغيان روسو وانا بغيان روسو حتى قلت ما درتيش قلتي ما درتش غير بني وي خلينا نرجعوا للمهيبه فريده نرجعوا للمهيبه هو قال لك خلاص هو تعلم كاع العادات تاع المهيبه مازال عندكم لا لا اصبر المهيبه مديتها ولا لا لا مازال مازال بريمي جور لوتري وقالوها لك شرطوها لا لا ما يشرطوش مازال ماهوش خاطب قال لك او خاطب او خاطب صاي باردون اسمح لي مالك ما عندهمش تقاليد تاع المهيبه هما في لبنان مي بصح هي جزائريه دوكو سا دابت التقاليد تاع المراه ما كاين مهيبه وي كاين سي بوبلي ما تنحيلناش ما تنحيلهاش الطفله ما تنحيلهاش انتوا عندكم مهيبه على كل خاطب ولا كل المناسبات عندكم مهيبه شكرا بزاف انتوا ما عندكمش عندهم
لا عندنا مثلا على المناسبات يعني مثل سان فالنتان هول القصص اللي بنجيب على بندي فيهم مهيبة. بس مش كل امانه ده يعني والله مين مدو فيه احنا العيد احنا العيد كبير يمدوا ما فيهاش سفرانتان ما كاش سفرانتان كل جو لا سفرانتان عندنا المناسبات الجزائريه وجه انتوا عندكم الاعياد الدينيه وجد روحك قول للوالده الكريمه تحيا لك الحزن متزوج اذا متزوج خير الاعياد الجزائريين كل عيد الملح ماشي غالي انا قالوا لي قالوا لي لازم تسرع كرمال ما تخلص صح بس كنت صحيح سخنك اغلى دركا عباك باللي حتى ال شكيت بس كل هاللغيات تاعي باك لا يقدروا يسقموها لي نقولها على عمرك ثاني من الفرصه احنا صارت الاعراس تاعنا العادات والتقاليد تاعنا كامل تختزل في ليله عرس حضرت عرس جزائري شي مره؟ لا لا حضرته في التورناج في التورناج صح بس عرس التورناج هذاك التورناج في الرياليتي حاجه واحده اخرى في الحقيقه في الواقع سيد علي هو مطرب اعراس وحفلات يعني كل البيوت الجزائريه الا ويعرف تفاصيلها يعرفوني كاع صح؟ هاوي احنا الطبوع كاع نخدموها غير الهنديه الله غالب غير الهنديه اللي هربت لنا جانيتو تقدر تغنيها كاع نعرفوها والله احنا الحقوين جزائريات مزوجين مع تراكا مع هنا الفنان وين يلقى روحه كي يكون يؤدي كل الطبوع ما يضيعش وما يحيرش ويكون مطلوب في الاعراس وتكون معك في الفرقه تكون معك كي شونتوز اللي تغني العاصمه وتغني قبائلي وش هو المطلوب اكثر في العرس؟ وش هو المطلوب؟ السنوات الاخيره احنا نهضر لك على لاكابيتال، لاكابيتال كلش يمشي تبدا من الشرق مع النبات تروح حتى تلمس كلش يحبوا كلش يمشي في الصوت، بصح كي تروح للشرق بزاف الشرق يحبوا بزاف زنداني، تروح جهه الغرب يحبوا بزاف الراي هذا الراي فوالا سينو في لاكابيتال لاكابيتال كي تكون تهضر مع موالين العرس كي يكون يتفاهم معك تقول لهم منين اصلك منين اصلها تعرفوا شك راح تغني دونك فو فات بليزير للاولياء وللعائلات وللعائلات وليزانفيتي الطبوع وليزانفيتي بيان سور وفرقه حرف دونك كيفاش حتى جاتكم الفكره انكم تجمعوا اعضاء الفرقه تاعكم وكيفاش بديتوا وشنو هي لا سبيسياليتي تاعكم باسكو على بالي بلي ادائكم خاص جدا دونك تفضلي الوغ كيفاش حتى تلاقينا ديجا كوني اون باند دامي الله يبارك احنا اون اي ديز اماتور دو بيفواك دو لا ناتور تسمى اون سور اون افونتور اي تو وتلاقينا تما تلاقينا في الغابه في لا ناتور كاريما اي بي من هذاك لو مومون اون اماتش دونك بديتو تغنوا بيتيت في الكامبينغ ولا في لا بالاد بديتو تغنوا اصوات اكابيلا سيتي في لو فوت كان سيتي كوم اون كونيكسيون اون ايتي تري نومبرو و سيتي كوم اون كونيكسيون اون ا باسي دي مومون انوبليابل puis après, on a commencé à prendre les choses au sérieux. Ça veut dire, au début, c'était juste une renée ou feu de camp ou la quintlaka ou. Taoudou, Arani, Taoudou, Kharen. Oui, mais on a des titres. On va d'où les tunes, tu mets que Non, dès le début, que nous avons un répertoire, oui. دونك كاين عبد النور واجدين بالكلمات باسكو كامل كامل يحبوا ربما كامل كانوا ديجا كنتوا تبدعوا وحدكم كل واحد في بلاصته ومن بعد تلاقيتوا سي صح؟ جو بونس كو يافي عبد النور اللي كان هو اللي يكتب وهو اللي مد هذيك الروح تاع ان سارتان مومون ولينا نلقاو روحنا كامل اوني ريسبونسابل باش ثاني نكتبوا حاجه باش نلحقوا الحاجه سكي في او ديبي قلت لك سيتي جوست ان ديلير اونتر كوبان ولا اونتر امي ومع الوقت سي دوفوني اون بو دير ان ترافاي باش نعيشوا هذا الترافاي لك وتخدموا مع بعض لازم تكونوا حاضرين بين ثلاثه احنا نروحوا على فاصل بعد ما نشكر ضيوفنا اللي نورونا باطلالتهم سي دالي يعطيك الصحه الله يحفظك انا عندي انفيتي راه برا مازلنا مكملين معاك عم بالي جبتها عم بالي حتى تحوز لا مازال نروحوا على فاصل ومن بعد نعاودوا نرجعوا صح راح يحضروا معنا جروب حرف بعد قليل الله يبارك باش نسمعوا الجروب باغنيه جديده اللي جانا بها اليوم الثلاثي تكون من هانيه عبد النور رضوان تلقاوهم بعد هذا الفاصل تفضل رجعنا لكم من جديد نعود نعيد على كل الناس اللي التحقوا وانضموا لينا الان واختاروا قناه شروق تي في وقناه شروق نيوز باش نعيشوا سهره غير كل السهرات
هي اولى سهرات عيد الاضحى، عيد السعيد ان شاء الله نلحقوا العيد الاضحى يا رب. ما بيجوش بنا اليوم انا اون انتيسيب. صح عيدكم من جديد مشاهدينا الكرام وحضورنا الكرام وزملائنا، مرحبا بكم على شروق تي في، رانا معكم على المباشر. كما فتنا وقلنا نبداو بلي ديديكاس روتحي ولا نروحوا؟ عندنا بعض الاهداءات اللي لحقونا للصفحه الخاصه بقناتنا قناه شروق تي في، تهاني خاصه بالعيد. عندنا اهداء وتحيه لكل سكان بني عباس العائله الكريمه وقناه الشروق، مبروك عيدكم ينعاد عليكم بالخير والصحه والهنا. هذا عبد الله من ولايه بشار. عندنا ايضا تحيه لعائله بالبشير بلديه الاحمر ولايه بشار دائما، عائله بوجيده بلديه موغل، عائله بوجيده ايوب جمال محمد، ويقول عمي سليمان بوجيده بالبشير محمد والهاشمي بشير وطه خليل. اهداء لكل عائله صيفي بالجزائر العاصمه، تحيه واهداء ايضا الى عائله بن عمر بعريب والابناء من عند سفيان، الابناء نوفل ريم ريان انيس، والى الزوجه الكريمه وعائله خليفه بسوغر. الياس يهني كل عائلته، عائله اتروش وبالخصوص وليده اتروش وسيم، ولا العائله عائله قاسي وعائله علوان. صح عيدكم، كل عام وانتم بخير. عندنا الياس ايضا يحيي كل عمال متوسطه العمار زيتوني بحسناوه، يقول لكم عيد سعيد لكل الطاقم التربوي الاداري، عمال جميع تلاميذ اهاليهم، كل عام وانتم بالف الف خير. كل عشاق قناه الشروق تي في وعشاق هذه الليله السعيده على موعد مع فرقه حرف اللي راح تأدي لنا اغنيه عشاق القلوب، نهديها لكل شخص ينبض قلبه بالحب والعشق. تفضلوا. باغي نبعد عليك، نضر من المكتوب، محتوم ما بدي ما بديك، فعشقك خايفة حتى وما باغي نبعد عليك، نضر من المكتوب، محتوم ما بدي ما بديك، قبل ما نوافقك وتعيني ينقسم قلبي وما يبقى ما يتلايم فيه، ونسافك يلي تعيني كيما كامل عشاق القلوب. يا عشاق القلوب قولوا معايا واختاروا الحب، يا عشاق القلوب اختاروا الحب، يا عشاق القلوب قولوا معايا واختاروا الحب، يا عشاق القلوب اختاروا الحب. نعيش معك وين تقول ونعشق فيك أكتر كل يوم، وراضية بيك اللي فيك وصابرة وليا، أحلى عودة العشق. نعيش معك وين تقول ونعشق فيك أكتر كل يوم، وراضية بيك اللي فيك وصابرة وليا، أمور من والفك وتبكيني ينقسم قلبي وما تعيا من تتلايم فيه، ونحلفك ما تزيد تكويني كيما كامل عشاق القلوب. يا عشاق القلوب قولوا معايا واختاروا الحب، يا عشاق القلوب اختاروا الحب، يا عشاق القلوب قولوا معايا
عشاق القلوب اختاروا الحب يا عشاق القلوب. برافو 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 برافو. يعني ستيل مغاير كي تسمعي جروب حرف، يعني كي تسمعوا جروب حرف ما تضيعوش وما تروحوش للستيل اخر، تبقاو معاهم برك. فوالا عندهم اغنيه واحده اخرى اللي حنسمعوها مع بعضنا، دائما في اجواء هادئه واجواء اللي العيد، لكن هادئه سادوسي لي ميرس كيما يقول لك. نواصلوا بالموسيقى سي سا. واش راح تسمعونا الان بركا؟ احنا حبينا نديروا الاغنيه اللي درناها غير كيما ايه، هي اللي ديديكاسي لخاوتنا في فلسطين رغم انه العيد وكذا، بصح ما حبيناش نساوهم. تفضل تفضل. مطعن ويقول يا ريت نفتح الفوق ونشكي للمولى جل ما هم فعلين، متمني بدل الكون ويبعد ع دنيا الموت، لا دم لا شر له لا قبيل هبيل. يغمض عينه ويقول يا ريت نفتح الفوق ونشكي للمولى جل ما هم فعلين، متمني بدل الكون ويبعد ع دنيا الموت، لا دم لا شر له لا قبيل هبيل. حاب نعنقك يا امه فودني غير صوت قلبك، من غير صوت اللي رمى وطاح والجوار ندم، حاب نروح برا نلعب فرحان كيما كل صغار، ونولي لحضنك بدون رصاص لا صوت انذار، متعلم شهادة صغير وصامد يستنى، متشرد وعاش فقير طامع في الجنة، متعلم شهادة صغير وصامد يستنى، متعلم وعاش فقير طامع في الجنة، هو اللي خالقنا واللي خالقنا يتولى. فلسطين من الصغر ليك الصبر وبكل فخر، فلسطين من الصغر ليك الصبر وبكل فخر، فلسطين. يو نار وين داوير وين اوف يو ديسبير، دونت شو يو تيرز تو يور بريشر، دونت شو يو تيرز تراي نوت تو كراي لير اون، يو نار الون I'll stand by you, try not to cry later on. My heart is a stone, I'm throwing you. Palestine, من الصغر ليك الصبر وبكل فخر، فلسطين. فلسطين من الصغر ليك الصبر كل فخر فلسطين. شكرا ربي ينصر فلسطين، شكرا لفرقة حرف، شكرا لحضوركم، شكرا هنا. ان شاء الله المهيبة غدوة ماشي برك اليوم، مازال ثلاث ايام العيد. شكرا لك، نتلاقاو في فرصة سعيدة ان شاء الله. نختموا الجزء الاول تاع حصتنا، قريب نوصلوا. شكرا ضيوفنا جوهرة، يعطيك الصحة. فوالا نبداو بجوهرة. شكرا ربي يحفظكم وشكرا على هذه الدعوة، وعيدكم مبارك، وعيد مبارك كل الشعب الجزائري والأمة العربية. عندك تحية ربما تجوزها؟ تحية للعائلة الكريمة، عائلة زيبوش وأبو كليف في مدينة فوكا وما جاورها. شكرا لحضورك. شكرا سيدالي. ها؟ مازال نكمل نشوف. إيه مازال قبل. الله الله تقول ويلا. برافو خضر. تحيا فلسطين، تحيا فلسطين، وربي ينصر فلسطين، الله يرحم الشهداء. ان شاء الله كل يوم حره، كل يوم حره هي الامل، ما لازمش نفقدوا الامل تاع
طبعا كانت تغريده مهمه، كانت لازم، كانت مهم لنا انه نبداو السهره ويكون لمسه وتكون نهضروا على اخواننا في فلسطين. حبيت ربما تمد كلمه، تفضل. صراحه ما بيكمل عيدنا غير ان شاء الله ما ينتصروا اهلنا بغزه وتتحرر فلسطين. منوجه لهم كل التحيه، هن اكيد هلا وضعهم كثير صعب ونحن هون عايشين مرفهين. الله ينصرهم بحق الايام الفضيله وينصر غزه ويحرر فلسطين وينصر اهلنا واخواتنا بجنوب لبنان ويحميهم يا رب ان شاء الله. يا رب يا رب ويحمي كل الأمة. بدي عايد اهلي اكيد، الوالد والوالده مشتاق لهم قد الدنيا. بدي عايد خطيبتي واهلها. بدي اتشكركم لكم على الاستضافه الكريمه، شكرك لحضورك. وعايدكم اكيد وعايد مشاهدين قناه الشروق، واتشكر قناه الشروق على الاستضافه الحلوه اللي بتضل جامعة الكل ومنوريتنا، وإن شاء الله من نجاح لنجاح يا رب. إن شاء الله يا رب. عليكم صحة عيدكم و... ونسلم على الزوجة، خليكم على الشروق وكفوا سهرتكم على الشروق، ونسلم على الزوجة الجزائرية اللي راهي في لبنان. شكرا لكم. وتنضم لنا بنت سيدالي شلبالة، أول مرة راح تعرفوا عليها. تفضلي تفضلي قابلنا. هذه بنتك ابتسام. وسام وسام وسام، ربي يخليها لك. صحة عيدكم وصحة عيد كل الجزائريين. كل عام وانتم بخير. هذه باش كون على بالك، هذه دارت لون تاع كاطو في الدار. دارت طيب. انا امي دارت لون تاع كاطو وراي كيما نقولوا فيتور اكتريس، اي دير دارت لها ستاج تاع باش تعود تورني. ان شاء الله. هي هي اللي نسيت، قالت لي لازم نجوز مع لطفي باش كون. عائلة فنية بامتياز. عائلة فنية بامتياز. عائلة سيدي عائلة. ستاج تاع تورناج وقعدتك راهي دارت. ان شاء الله. دخلتي الفيسبوك وجبتي هذاك وين كاين ستاج. راح تخلص كيما رد عليا ربي وخلاص. زعما كيفاش فنانين اللي تحبي تكون ممثله ولا ممثل اللي تحبيه، ولا حبيت تولي ممثله ولا حبيتي تولي ممثله؟ ممثله. كيما شكون مثلا عندك ممثله عالميه ولا جزائريه؟ ما عرفتش، ماني حابه نكون في مجال كوميدي، مانيش حابه نكون في مجال نجي العرف يعني. حبت تولي خليفه نجي العرف. كوميديا كوميديا بامتياز. ان شاء الله ان شاء الله نلحق اللي راني حابه. ان شاء الله كل توفيق. صحه عيدك. الله يسلمك. على من تعيدي؟ العائله نتاعك. نعيد على لا فامي عاشور، نعيد على لا فامي زرقي باش ما يزعف مني حتى واحد، وعلى اختي صوفيا اللي راهي تشوف فيا، وورده، وماما، وبابا، اخويا، والاساتذه اللي قلتي عليهم نسيتيها. واساتذه تاوعي باش ما يزعفوش. وسيد علي راح يقدم اغنيه يهديها لكل الناس، ينوب عليك ان شاء الله وينوب عليكم كامل بصوته الجميل. نورتنا بحضورك. الله يحفظك سيد علي. شكرا انكور لك لفرقه حرف. شكرا لكم. شكرا لقناه الشروق على الانفيتاسيون. حبيت نقول انايا باسكو كي دخلت جوبونس كو ما قلت والو، حبيت نقول لكامل الجزائريين صحه عيدكم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، وربي ان شاء الله ينصر اخواننا في فلسطين ويرحم الشهداء الابرار. عبد النور يقول لنا برك شكون يكتب الكلمات تاع الاغنيه الفلسطين؟ كتبناهم كيف كيف انتوما كفريق. يعطيكم الصحه. نور يسلمك. ما ننساوش باللي حضورنا حيستقبلوا، حياخذوا معهم هديه من طرف من السبونسر تاعنا الممول ذا بيست، دونك ما تروحوش بلا بيهم. صافا فيغ بليزيغ ونختمو على بالي بلي حيعجبك الكادو. لا نتا بان بو موان، نتا وختك جوبونس يعجبكم ان شاء الله. نكملوا معاك بالموسيقى كيما بديناها بالامبلونس. شكرا لكم كامل، تفضل. يعطيك الصحة، تفضل. وحنا مشاهدينا الكرام بعد الاغنية وفاصل صغير، اتو تالوغ لطفي. تفضلوا من بعد. وحش نحكم يدي قد وحش نغزر في عيني، وحش كل حاجة فيك وحش تقعيني، وحش ليام الزينة والفرايس اللي كانت لينا، وكل ساعة في الدقينة عمري والليلية، قد وحش نحكم يدي قد وحش نغزر في عيني، وحش وحشتك عيني، توحشت الايام الزينة والفرايس اللي كانت لينا، وكل ساعة فيها تلاقينا عمري والليلية. هيوا اها سالم وشي هلا
مهما نكون عليك بعيد تكوني قريبة ليا. نحلم ونشوف واش نتمنى على بالي معك رح نتهنى. شوفي عمري وين وصلنا عولي وزيد عليا. نحلم براسك ونزيد نهاري معك انت يا عيد. مهما نكون عليك بعيد كوني قريبة ليا. نحلم ونشوف واش نتمنى على بالي معاك رح نتسنى. شوفي عمري وين وصلنا عوني وزيد عليا. ايوه وحش نحكي ميدي قد واحد نغزر في عيني. وحش كل حاجة فيك وحش تقعيني. وحش ليا مسينا البلايص اللي كان سلينا. وكل ساعة فيا تلاقينا عمري والليلية. باخد بيك وبيا الدنيا واحنا وسعنا. الله غالب تباركنا كان صعيبة وما سددنا. مار الغيبة اللي تحرقنا حبنا طفينا. توحش نحكي ميديك توحش نخزر في عيني. توحش كل حاجة فيك توحش تقعيني. توحشني يا مسينا والفلايس اللي كانت فينا. وكل ساعة فيها تلاقينا عمري والليلية. توحش نحكي ميديك توحش نخزر في عيني. توحش كل حاجة فيك توحش تقعيني. توحش عاودنا رجعنا لكم من جديد مشاهدينا. نعاودوا نرحبوا بكامل الناس اللي ربما مع الصوت نسمعوا فيها تخي بيان. اسمحوا لي صحة عيدكم. عيدكم مبارك كل عام انتم بخير. ينعاد علينا ان شاء الله بالخير واليوم والبركات. وعيد مبارك سعيد لكل الأمة الإسلامية وكل الشعب الجزائري. لو كوبل دو ستار تاعنا مرحبا بكم من جديد. صحة عيدكم نورتونا. صحة عيدكم كل عام انتم بخير. عيدوا بالصحة والهنا لكل الشعب الجزائري وحبابنا الفنانين. نقول لهم صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. السيدة نجاة العراف والسيد محمد العراف مساء الخير. مساء الخير اهلا وسهلا مرحبا. كل عام وانتم بخير وعيد سعيد للجميع وللأمة العربية والإسلامية وإلى خاصة إلى أخواننا في غزة. ربي إن شاء الله يفرج عليهم إن شاء الله. ربي ينصر غزة. وكل عام ونحن بخير والجزائر بخير إن شاء الله. إن شاء الله. هشام سمعناش صوتك مازال. خلينا لما يقول عفان بس عندك ديفان محاضرين. صحة عيدكم كامل. صحة عيد كامل الجزائريين. ينعاد عليكم ان شاء الله بالصحة والهنا. شكرا على هذه الاستضافة. اك داير حالة في تيك توك. صافي بليزير. صافي بليزير باسكو دوكا ولات يعني كي نقولوا ربما الاطفال ولا الصغار الشباب ولاو يميزور هكا لو سوكسي تاع الفنان. ستادير كي يحبوا فنان يديروا به دي تريند ولا دي كوريغرافي على تيك توك. هكا اللي دوكا ولينا نديروا المعيار تاع اسكو راهي الغنيه تمشي ولا لا. دوك الحمد لله. الحمد لله. فريناها. فريناها. هو ينقل المشاعر يعني المشاعر يعبروا على مشاعرهم بصوت صوت الفنان. سي فغي هما ياخذوا يتقمصوا الكلمات والاداء. راديا سيده راديا منال اسكو انت vous êtes pour ou contre les trends ou la الطريقه الحديثه لترويج الموسيقى باسكو سي فغي كانت محافظه وعندك ان ريبرتوار تري فاميليال تري جزائري عاصمي ربما ولا للعائله الجزائريه. تغيرت الاحوال الطبوع تغيرت لكن لازم تقبلوها ياك لازم تتماشاو مع الزمن. يعني انا ليا انايا اي حاجه تخدم الفنان مليحه.
عندك الحق. سي بوغ سا كو ما عندك اوكين غيد، سيتادير مازال كي صغيره في راسك. سي فغي باسكو القلب يقول سي سا سي دونك بوغ موا المهم ان تكون في سياق محترم. سي سا. وحاجه اللي تخدموا من بعد. انا دوك نقول لك حاجه خاطش ان التاريخ التاريخ لا ينسى. لكن الفنان هو راهو مرآة الشعب المجتمع ايضا. لكن دار حاجه مليحه وطيبه هي تقعد له مدى السنين حتى هشام رايك حتى من بعد يعني كي يروح من هذه الدنيا تقعد له حاجه بسمه طيبه. وإلا كان العكس هذيك هي والله سي فري واش راهي تقول تسمى تيك توك عاون كما نقولوا انا واحد من الناس عاوني عاونك بزاف. شوفوا الاستاذ تاعنا في الموسيقى جوستومون والاغنيه السيد محمد العراف ما رايك في التغير هذا السرعه بالسرعه وشي طبيعي يعني. حتى السياره تشوف مرسيدس تاع بكري مشكل كيما ضرب لازم هذا شيء طبيعي. لكن اللي ما هو طبيعي انه يعني مع احترامي هذا رايي طبعا مش قانون المسائل لكن الذوق نقص شويه السميعه كما يقولوا بكري السميعه نقصت مليح لما يغير شاب كما وليدي هذا يغير لكن الجذور تبقى يعني كاصاله للجزائر كتراث ك حتى يكون جسر الجديد حبوه والقديم ما تفرقش فيه لازم حتى يكون جسر للتواصل بين اللي بيني وبينه كاجيال يعني اكيد. فهذا الشيء الجميل محافظ على التراث وعلى مبادئ الاغنيه وعلى والكلمه الطيبه يعني صدقه يعني حتى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الكلمه الطيبه صدقه فبالتالي المعيار هذا هو جميل انك تغير واكيد طبيعي شيء طبيعي يعني بصح الفنان دركا ولا هو يروح للجمهور ويمد له شي حب هو أكيد. عندنا الان زمان كانوا باش يدخل فنان يسجل اغنيه في استوديو يليق له يبحث على الكلمات يبحث على اللحن وغيره لكن الان صرنا نلقاو بالمجموعه تاع مغنيين فنانين في متليمين داخل استوديو وانتاج اغاني كثيره وفهم يصنعوا كليب وفما يحطوها في تيك توك وفما يديروا ديوهات وفما بصح هذا الفن هذا ثاني تاع السرعه شوف انا ابخي رايي اسلوب جديد تاع التعبير وبتيت هو طريقه كيما الشعر بكري في الشارع كيما الراي بدا هكذا بهذه الطريقه نظن انه ما لازمش نحكموا اليوم رانا لمه عائليه نعاودوا نولوا الى العائله باش خلاص نخرجوا من هذا لودي باش ندخلوا في عمقات اخرى نعاودوا نولوا للسيده نجا العراف اللي راهي تشعل وتلمع اليوم لو كان طليت لهم هكا من البالكون طالبت حكاش نهار درتي لهم هدا طلعي بك الميكرو باش نلبس هكذا في البطحه لازم حاجه مقطعه بصح احكي لي قولي لي على الدور تاعك في البطحه اللي دار حاله يمات اللاز والعائله خالتي قرميه كان اسكو غير لك حاجه هكا في لعبتي بزاف الادوار انت ممثله متالقه ونعرفوك من بكري وتقمصتي ادوار مختلفه فهذا الدور هذا مختلف تدير يعجب الاطفال الصغار حتى الكبار ويشمل الاعجاب للجميع كنت راه الصغار حبوا بزاف اللاز وحاجه جديده ويعني وتحياتي لكاع ليكيب كاع خدموا دو بون كور وداروا حاجه مليحه اللي عجبت الجمهور والحمد لله احنا كنا خايفين مع الاول باسكو عاودنا ولينا لا سيزون كنا خايفين ما يعجبش الجمهور خفتوا مي الحمد لله الوغ شفنا الاجواء تاع الميكينغ اوف وشفنا بزاف الكواليس تاعكم كنتوا كعائله اسكو تعيطوا اليوم في العيد تغافرتوا عيطنا ولا غير عيطت نص احبابي ومام لاس كما تقولوا انتم نبيل عسلي سي يتصل بي انا سييت نتصل به ما حكمتوش هو ثاني سي يتصل بيا ومالوغوزمون دونك قعدت الاجواء العائليه خالد عندك عائله واحده اخرى ثاني دركا محمد دخلتي في العائله الفنيه اللي تعاملتي معاهم ولا لا كيما يا استاذي الكريم صارت مشكله يعني إيه؟ فما عدتش نمشي معها صراحه انا مشكله صح ولات معروفة بزاف كيمات اللاز سيتادير كو عند الأطفال الصغار جيماجين كو من وليتي ما تقدريش ديري دخل في قلب الأطفال إنه يحاكي مجتمع يعني فكل واحد يحس روحه هو فهذه طريقة ثانية حديثة جدا للدراما والكوميديا دوك ما نقدروش نحكموا على التزامن ياك ندافع عليك هشام شفت ثاني حاضرة إسكو شفتوا جوستومون البطحة رضيا أكيد عجبتك عجبك باسكو كاينين اما يعجبهم بزاف اما ما يعجبهمش كامل لا دونك انا كنت تبعت ل سيزون اللي فات سيزون 1 وزدت هاد لا دوزيام سيزون هادي يعني عجبتني نتبعهم من انا كل ما هو جزائري نتبعوا
دونك وفخوره جدا بالانتاج تاع هذا العام. صح. وكانوا في المستوى يعني الله يبارك الله يبارك. الحمد لله. وهما ثاني الوغ لي ترند ثاني تيك توك كاع لي كلمات كاع لي ريبليك تاع لاز تاع ربيعه تاع يعاودوهم سيتاجيغ ما ولاو ترند سيبلي ما تيك توك ما في العيد كاينه تاع لاز تاع صح عيد صح عيدك وصح عيدك ولا الفنان حتى الاغاني الشارات تاع المسلسلات صرنا نلقاو ابداع اكيد اكيد. راديا منال توحشناك صافي لونطون. كيفاش تجوزتي رمضان؟ عادي نورمال عادي عادي نورمال في البيت مع العائلة مع العائلة هذا ما كان. ما حضرتيش حفلات طهارة تاع الدراري الصغار لأنه بزاف فنانين اللي شاركوا مع كثير من الجمعيات في العشر أيام الأواخر. أنا والله غير هذا العام ما حضرتش حضرت يعني كانت غير حفلة واحدة إيه؟ يعني ألحوا عليا برك ورحت باش من ما نقولهمش لا وما بقيش في خاطرهم لكن هذا العام ما حضرتش فضلت اني نقعد في البيت مع العائله دونك سي بيان الواحد يجوز رمضان في الدار سا شانج ان بو والعيد سافا لاباس الحمد لله هاك معنا كي تكونوا العائله كامله هنا في العاصمه ما تجيش صعيبه لكن كي تكون عندك اقارب بعاد اكيد باش تنقلي هي اللي تكون صعيبه شويه لما كيكونوا في العائله وحنا يعني هذا قدام هذا يعني هذا العام رمضان جوزناه متلايمين كانت الدار معمرة. هشام انت من جهتك كيفاش جوزت رمضان؟ والله رمضان كما كانت تقول الأخت مع العائلة مع الفامي الحيوان بالمناسبة رمضان أنا توجور في رمضان تما من الخدمة ما نخدمش عنده حلاوة واحدة أخرى. شكون من الفنانين اللي صحابك هشام؟ الفنانين اللي قرب ليك بزاف؟ فنان من ولايتي شاب أمير شاب ميرو هذاك خويا ما كامل الفنانين تما كما نقولوا صحابي وحبابي تما نورمال هذاك باسك من ولايتي وخويا كبرنا كيف كيف والله نحيه بالمناسبه. سهره متواصله معاكم ربما نشوفوا مع السي محمد اسكو تقدر تجيب لنا هكا اغنيه هكا الصوب والله قبل الاغنيه على رمضان كنتوا تتكلموا على رمضان بيان سور حبيبي على رمضان والله انا يا ريت كل العام رمضان انا البارح كنت حزين قالوا غدوه العيد لانه رمضان والله حتى الاسطو ما تريح الموتور يتهلك فما بالك الانسان عام كامل هو ياكل فالبارح والله صراحه طيب مليح انت طيب مليح يطيب من ذاك صح يطيب كي تلعبها مريضه نطيبنا كي تلعبها مريضه دونك لي سوفا مريضه الانسان يلعبوها من ذاك نجيه واش هما لي بلان يطيبهم مليح صح يطيب والله يطيب كلش المراقي تاع رمضان كلش كلش شوف انا نقول لكم انا نقول لكم اللي يحبوا البنات صغيرتي اسمع هي نطيب انا دي فوا كيما تعياش تقول لكم نقول له مش مليحه ما يزيدش قاعد خير مني هي ما كانش منها باش تشجعك باش تشجعك ايوا معليش نواصلوا معاك وحبينا نسمعوا صوتك لو سمحت حاضر والله واش استاذي اعطينا سيكاسي ولا مش عارف تاع صحراوي ولا شرقي ولا كيما حبيت انت خير شرقي يلا نبداو بالصحراوي تاعنا صحراوي يلا مصحاب بسكرانه ثاني مع زينو راضيه يا لا 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 Shine.
نولي ليك يا وطني يا جزائر. يا إذا درنا ربي مسالك قلبي طق الأربان رحالة تاريخ أفريقيا الشمالي. قلبي طق الأربان رحالة تاريخ أفريقيا الشمالي. برافو برافو. والله انا صار لي زمان كما يقول الاخر ما غنيناش، ماناش عارفين لماذا حاطين، لازم نغنوا الناس، خلونا نشتغلوا. هذا موجه للناس المسؤولين على الثقافه، ومعليش تجيبوا لنا جديد كما قالت اختي قبيل. القديم حبوا الجديد حبوا، القديم ماهوش قديم، هذا تراث بلاد والناس اطونسور عندهم حق يسمعوه، فماذا بينا ينحوا هذه العقده نتاع لازم. معليش شباب، مرحبا بالشباب. شحال عندك مقابل جمهورك فوق المسرح؟ شحال عندك مقابل جمهور؟ نقول لك شخير خطرك، شكون نقول لك ماش مليح بزاف عندك بزاف. فالمفروض الانسان هذا تراث بلاد ما دامنا حيين، يعني سياتي يوم لك في عمرك هذه الدنيا. فالواحد فنان وش يحب كل هوا، يعني لما ما يغنيش يموت يعني. فان شاء الله حبينا نزيدوا نحيوا شويه، خلونا نزيدوا نغنوا. وهذه رساله موجهه للناس المسؤولين على الثقافه. والان انا اشكر تلفزيون الشروق، هو في هذا الشهر تألق، وإن شاء الله مزيد من التألق والنجاح. شكرا. أكيد بالفنانين اللي يجوا ينورونا، يعني الفنانين تاع الجيل الحالي راهم لقاو الحل والقوا الرقمنة. رقمنة نحات لهم البروتوكول هذا والعقد. يعني يحب يحط أغنية يلقى جمهور يحطها على المنصة. الرقمنة غيرت حياة الفنان وغيرت حياة الإنسان أجمع. الإنسان لازم يستفيد منها. أنا راني نقول على لأنه التراث، هذا التراث لا يباع ولا يشتري. التراث هو تراث، فما ينسوا تراثهم يعني. هذا القصد نتاعي، يعني التراث لازم يكون موجود في المحافل. لما نقول تراث مش فقط تراث صحراوي، كل التراث الجزائري. طبعا 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 هدرنا على التراث. الدول تبحث على تراثها ما لقيتوش، صدقيني. نرجعوا للأغنية تاع الرأي الشبابية، صار فيها رجعة الآن. صاروا يعتمدوا على النص المكتوب. زمان احنا كنا نلومهم، كانوا كل ما فيش كلمات اكيد. لكن الان الشباب الحالي كيما هشام. الو اسمح لي لطفي باسكو طفالك الميكرو دوك نسقموه ماناش نسمعوا فيك دوك. لا لا خير، باسكو بوميو نقولوا الحقيقه باش نفهموا علاش قطعت لك هذا الكلام، سينو يقولوا شبيها هذه هبلت ما خليتوش يهضر. دوك نسقموا له بكليبي. الوغ وشنو هو السؤال؟ قوله لي نقولوا للهشام على الراي الكتابه سي سا الاغاني المكتوبه الكلمات صاروا وليتوا تكتبوا بيناتكم بجماعه كما قال اون جروب نقولوا نصيروا كلمات من بعد كما نقولوا اللحن كما نقولوا الكلمات واللحن والاداء كي حضروها ثلاثه ثم الاغنيه كما نقولوا تجيب حقها فوالا صح. انا نظن انه دوكاتيك النص لو تيكس ولا ثقيل ماشي كيما زمان. زمان كان شويه منحط يعني ما نكذبوش. بصح دوكا الشباب هادو ولاو تحسي انه كي تسمعي الاغنيه الراي تاع الراي كانه يحكي لك قصه عاشها باحساس
خلاف على واش كان يتغنى من قبل، وانا في هذه يعني نحييهم. سي فري باسكو خلاونا نعاودوا نسمعوا الراي الشباب. بارفي. دونك نواصلوا معكم طبعا هذا المنهج. ما سمعناكش كامل. اسكو انت خجوله في الحياه الحقيقيه ولا راني نتخايل؟ لا لا ولا راكي برك حشمانة قدام السي محمد. لا 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 والله في الحياه الحقيقيه اسكو تشبهي الشخصيه شويه الشخصيات اللي تقمصتيها ولا لا؟ لا نو الشخصيات لا 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 لا. وفي الحياه اليوميه خجوله هي ولا لا؟ عادي نورمال نورمال. دونك هذاك هذاك الاوفر هذاك اللي شفناه ولا الزياده هذاك على بالك انا شي خجوله فريده أو حاضر معها زوجها. إيه سي موسى قلت لها راكي رزينة. لا 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 يحضر معك الحلقات التصوير الجلسات ولا عمره ما يجي معايا. ما يحضرش كاع معايا. ما يحبش. لكن ما يكون أنا من 30 سنة 35 سنة لما ما يكونش عندي حاجة في المكان ما نمشيش. ما نمشيش وما نطبطب ما نطبطبش ما نحبش هذاك التبطيب تاع البيبان. أنا موجود عندي 30 سنة راني موجود فنان. كيما قالش نغني نفسي والله صراحه نشيخ روحي ونقول اه يلا عرف كل شيء صح صح غني وحده ايه لما نعمل حاجه نقول اه الله الله عليك يا سلام عندك الحق لا صدقني شفناها بزاف في حفلات خيريه الطهاره تاع دري صغار اللي نظمتها الكثير من الجمعيات مشيت للجمعيات كيفاش لقاك الجمهور والله غير ملي نروح وانا نصور حتى نخرج بارتو جيماجين لا والله طلعي بك الميكرو تاعك من فضلك والله لا محبوبة ما شاء الله لا الحمد لله الحمد لله محبوبة يحبوها بزاف الجمهور حتى هشام عنده جمهور اللي يحبوها درك صارت فيه نجومية في الجزائر الفنانين صاروا معروفين يجوا يتصوروا معاهم وي كاينه بلي غيزو نظن فوالا بلي غيزو الوجود تاع الفنانين تعرف انستغرام هادو كامل عطاونا كود بوس بالك بكري ما كانوش هادو حنا هادو هما اللي عطاونا كود بوس كيما نقولوا اليوتيوب انستغرام تيك توك بالاخص فوالا ان توكا كاين عائلات راهي ملمومه كاين عائلات ملمومه وين ربما الاطفال يعرفوك والاولياء ما يعرفوكش يلاه نقدموك نقدموا الفنان المفضل تاع الشباب ولا ولادكم راهم قاعدين معاكم فوالا هاو ليك هشام تي جي في وهاو نسمعوه شكرا نشوفوا يقولون الشباب قال لي راح يغني لنا بعد قليل بعد ما نروح نشوف هذا الكليب نعود نذكره بالكليب الخاص بعيد الفطر السعيد بصوت الفنانه ياسمين بالقسام تابعوا مع بعض من بعد راجعين تفضلوا نغم جميل لياسمين بالقاسم كثر عليا اسم بالقاسم تحيه من جميله الاخت فريده بالقسام الاعلاميه السابقه نقول لها صحه عيدك كل عام وانت بالف الف خير ان شاء الله يا رب تحيه ايضا من عند بالقاسم شيحاوه لهن عائله شيحاوه بالاخضريه اينما وجدوا يحيي الوالده الغاليه ربي يطول في عمرها ويشافيها ان شاء الله تحيه لعائله عبد بيبي جاية اصدقاء رؤوف بوهالي مراد زيروني وهبه مهدي وصدى البهجه وكل الاحبه والاصدقاء بدبي نوصلوا السهرة تاعنا بالموسيقى كما وعدنا المشاهدين حنكتشفوا صوت وصورة هشام تي جي بي الغنية اللي دارت حالة اللي يقول فيها فاتوا الأيام ألو وي ما تغنيناش فاتوا الأيام شكون اللي قريبة لك أكثر يتحب أكثر في زوج لكن اليوم راح يقول لكم ألو وي يلا تفضل ميرسي شكرا ألوي توحشتك رواحي من اللي رحتي أرماني صاحي ألولو نتفارقو نونونو قعبانو هذا ما كانوا باغينو ألوي توحشتك رواحي من اللي رحتي أرماني صاحي ألولو نتفارقو نونونو قعبانو هذا ما كانوا باغينو
وتسبع ليش بلك تطيحي حبه ما تسنربيش يا كبرنا في رحم الله يا ربي صراحه ما قدرش نخبي راكي في قلبي دخيلك ضلي وشبي وتسبع ليش بلك تطيحي حبه ما تسنربيش يا كبرنا في رحم الله يا ربي صراحه ما قدرش نخبي راكي في قلبي دخيلك ضلي وشبي يا لوي وحشتك روحي اللي رحتي نهار ماني صاحي يا نونو سالقو نونو قعدان هذا ما كانوا باغينو هيا زيد 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 لا 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 يا كسرى لي يا عمار قالوا ما يا ولدك كان عمى وغيط الماء وعشري لي يا ما كانت كبدي كنت مخبيها عندي ودروب وحدي سيبا راسي وفوق شهدي يا ما عشري لي يا ما اي ولدك كان عمى كانت كبدي كنت مخبيها عندي ودروب وحدي وهي تهم ورؤوني يا لويت وحشتك رواحي من اللي رح سير هرماني صاحي قالوا ما نتسالقوا نو 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 صاحبي حكاية ماجيك 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 برافو 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 هشام يعطيك الصحة هشام ردود فعل شوية واش تستقبل أكثر كم رسائل؟ كرسائل كامل كامل فتحتي لنا جروح تاعنا فتحتي لنا جروح تاعنا فتحتي لنا جروح تاعنا هذوما رسائل كامل ما سمعتكش من الحاوي كامل فتحتي لنا جروحنا بهذه الاغنيه صوها الاغنيه الكلمات كما قالت راه جمال الكلمات سي فري يعبروا على الحب على لي بين دو كور لي شاغران دامور تاع الاطفال تاع المراهقين دونك سي نورمال سي لا سيبل نظن انه يتعرفوا ولا يسيدونتيفي الكلمات اللي تكتبهم فوالا ولو يتسابقوا ولو الفنان يحط اغنيه الا ويامات تلقاي واحد اخر زاد حط واحده اخرى اللي تخليهم ينسيو كانه ينسيو البوبليك في الاغنيه الاخرى نشوفوا برك مع رجاء منال اكيد حنا ثاني كنا صغار كنا نحبوا الاغاني الرومانسيه هذوك اللي يطلعوا على القلب ايضا واللي يحبوا اون افي اون ايتي فان هذوك اللي يغنيوا الكلمات حتى ولو ما عشناهاش نتخيلوا بان عشناها باش نحسوا اكيد حنا كنا نسمعوا كان عندنا احساس وكنا نسمعوا كان حسني الله يرحمه ما كاينش اللي ما سمعش حسني دونك سيتي لو روا دو لا نوستالجي يعني اي حاجه تخرج من حسني تعرفي باللي كما نقولوا احنا تروح من القلب للقلب شاب نصرو ثاني نصرو اكيد بصح حسني كان اكثر يعني كنا بزاف متعلقين به نصرو هو اللي بن شنات هي تهضر على الرومانسيه ربما ولا كلمات الحب ايضا كان هو كان حنا حسني رحمه نحنا العقده بكري كنا ما نقولوش باللي نحبك ولا كنا نتخبى ولا كانوا غير نشوفوا غير الافلام المصريه صح لا كنا نعيشوا غير هما اللي كانوا يتحبوا احنا ما نعرفوش نحبوا كان ممنوع عنا لا ما كناش سيتي غار نشوفوا في الدراما ولا ربي سبحانه وتعالى يقول لك وجعلنا بينكم موده ورحمه موده ورحمه لا لا مي كانت كما قالت رجاء منال سي فغي كو نحنا العقده ولينا والكلمات كانت نظيفه دونك كان يهضر على العشق ماشي حتى على الحب كان يهضر على الالهام كان يهضر على الحب بطريقه سيتي الغزل تاع الوقت المعاصر دونك هي نوع من الشعر ايضا الرايه الواحد ما يكذبش وحتى الراي تاع دركا خاطرش هي كلمات الشبان وهو هكا يخموا هكا يهضروا
ونظن انه لو كان نستفادوا من الاغاني هادو نكتشفوا شو صاري في ريسان ولادنا وفي قلوبهم ايضا ونتباهلهم من خلال اغاني. نو نو مي سي تادير كو ما لازمش نحاربوا هذا الشيء، او كونتخيغ لازم نستقبلوه، باسكو راك تتكلم في مكان ربما المراهقين في بلاصتهم، وعلى بالك مش عارف عمرك باش نسقسي باسكو 25 25 عام الله يبارك مازالك صغير فوالا. دونك الكلمات الجمهور الجزائري الذواق يبحث عن الكلمه النقيه النقيه بي جوستومون تدخل بها فوالا. دونك راك تعبر على احاسيسهم بطريقه نظيفه، واللي تقدر ترجم ربما الاحاسيس الاولياء. اكيد شاطريني في الراي. اكيد راضيه اكيد هي مطربه الاعراس وتدخل بيوت كل الجزائريين من خلال الكلمات اللي تختارها دائما، صح؟ اكيد دائما لازم. واش قلت لك؟ قلت لك انه النص ولا الشعر ولا لازم يكون نقي، وتقدر تسمعه مع باباك، مع يماك، مع جدك، مع خالك، دونك ما لازمش تكون في كلمات بديئه ولا. وهذا هو السر لهذا الشباب اللي راهو طالع فهموا. فهموا التوفيق يعني هنايا. جو بونس باسكو راهم قراب ايضا من الامهات تاعهم، قراب من العائله تاعهم. يا بليس دو كومونيكاسيون. جو بونس كاين لا كومونيكاسيون. راضيه شكون من الفنانين تاع الجيل الحالي اللي تسمعي لهم كي تكوني في السياره؟ نسمع له هو. هذه اول مره يعني نشوفه. نسمع حسام. طب حسام. ايه نسمع، انا نحب الاحساس. نسمع كلش، شوف انا نسمع كلش. حاجة برك اللي تزعجني حاشاك في ودني ما نسمعهاش، لكن عندنا طاقة هايلة لازم تهلاو فيها، وكاين بزاف يعني. ما جاكش واحد هكذا في على البال ربما يجمعك معاه أغنية ثنائي ديو؟ ما خممتيش؟ إن شاء الله إن شاء الله. لما لا هشام يخموا لها؟ ان شاء الله. إيه علاه لا لا لما لا. باش نعاودو نقولو للفن وللتمثيل معك سيدة نجا، كنا نهضرو دوكا برك على المسلسلات المصرية. عقدة واحدة أخرى تنحات لنا، سي كان ولات عندنا مسلسلات، ولات عندنا إنتاج. لا الحمد لله. كنا فخورين بالفنانين والممثلين. ما هو إحساسك هذا العام؟ في كل القنوات وفي كل المسلسلات كانت مبادرات جميلة. برك الميكرو. الحمد لله عاودنا اكتشفنا بزاف ممثلين ايضا تاع التياتر تاع المسرح. صح عاودوا القوة. صح احنا في البطحة شفتوا عندكم كلهم تاع خارجين مدرسة برج الكفاح. وكاين تاني مكانة تاني للشبان حتى عندكم، كان خليط ومزج بين بين العصر ولا المدرسة تاع الركح والمدرسة تاع الرقمنة. لما لا؟ كل شيء لا بلاس بوغ تو الموند، وهي انه النتيجة شفناها جميلة برك. كان المبادرة بلاس بوغ تو الموند، وحنا المكان الرئيس السيد في البرنامج للجمهور. طبعا عندنا اتصال هاتفي، نقولوا الو. صباح مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. لاباس انت يا بخير؟ صحة عيدكم تعيد ودينا في العام وانتم بالخير. عيد ان شاء الله يا رب. الخير والبركة ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله يا رب. نتعرفوا عليك؟ تيجي بك مطرف. تيجي بك مطرف. اهلا وسهلا بك وبكل ناسنا مطرف. الله يخليك خويا العزيز، الله يخليك. هذا منور خويا لطفي. ربي يهنيك، تفضلي بإهداء. صحة حبيبتي عيد فريدة، صحة عيدك حبيبتي فريدة. اهلا. صحة عيدك تعيد. صحة عيدك. كل عام وانت بخير. الاسم الكريم باش نرجع لك. دلولة. 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 مرحبا بك في دارك. وبيك عايشك الله يخليك. حبيتي لسهرتنا تاع اليوم مع الفنانين؟ لا قبيله من الفرن غير نحكم برك. مرحبا بك، محظوظين بك. وسهلا بك كل الضيوف اللي راهم معاكم، كلهم صحة عايشين تعيشوا مزيان وكل عام وانتم بخير. شكرا دلولة. الله يخليكم. شكرا لك، تحياتنا ليك ولكل عائلتك. خويا لطفي وحبيبتي فريدة وكل الضيوف اللي معاكم، ونقول لكم راكم منورين في هذا السهرة، راكم ما شاء الله عليكم. والضيوف اللي معاك انت انا نشكرهم، خصوص خويا ايضا محمد العراب. شكرا لك، نورتينا. فنان كبير. نورتينا باتصالك. الله يخليكم وتحيه لكم كامل والمجتمع الشرق، نقول لهم صحه عيدكم لكل الامه الاسلاميه العاطفه، نهديها لكل الاصدقاء وصدقاء عبر الاثير، نهديها لكل عائلتي الكريمه، نقول لكم بقيت ليله سعيده هادئه، مع السلامه. شكرا لك دلوله، شكرا لك، تحياتي. شكرا لك ولكل عائلتك وناسنا من ولايه الطرف. عندنا اهداء بمناسبه عيد الفطر، يتقدم فهد صالحي وصهيب وضرار وشامه من عين ميلا بتحيه لكل العائله. ايضا تحيه اخرى
من عند بلال إلى كل من يحمل لقب برتيل وإلى والدي أمي وأبي وإخوتي. تحية إلى سمار نور الإسلام بمدينة مليانة، ويترحم على روح الوالدة نتاعو. ألف رحمة ونور عليها وعلى موتانا. طبعا الله يرحم موتانا وربي يطول الأولياء. وصلة الرحم مهمة جدا، ربما باسكو أنا ما عنديش واحد ما بعث لي جوزي ديديكاس، ما عنديش. ما بعثولكش، خليني نزيد. ما عنديش غير كمل. عيد فطر سعيد، ما تنساوش ناس بني عباس والعائلة الكريمة، تحية لكم كامل. عبد الرزاق علي وصالح يهنئ كل عائلة علي وصالح بمدينة مليانة إلى كل أبنائه وزوجته الكريمة. مازال خلاص نكملوا مع ضيوفنا نهضروا على صلة الرحم اللي مهمة جدا ربما في العيد، والتسامح. يقول لك المسامح كريم، والواحد يغتنم الفرصة باش يروح يغافر الأحباب، العائلة، القراب، وخاصة ربما الناس اللي يحب يعاود يشوفهم. أسأل إليهم ربما يطلب منهم السماح إذا كان في إساءة. إذا كانت إساءة والعكس صحيح. اسكو العوايد تاعكم تاع صلة الرحم كيفاش ديروا؟ اسكو يجوا عندكم ولا تروحوا عندهم؟ ولا اليوم مثلا واش درتوا حاجة الأولى اللي درتوها؟ والله ما درناش حاجة كبيرة. مشيت زرت لافامي زرت لافامي ورجعت للدار. هذا ما كان. زرتوا لافامي؟ إيه؟ أنا فقط مش نصيحة يعني. ولكن هذه العاده نتاع ما يهضرش مع بعض والله شنو ليش هذه المشكله؟ يبعت لك يعني الو واش راك خويا صح عيدك سمع صوته يا سيدي ما تعرف الدنيا ما تكون وما تكونش. اعتذر على الرسائل الجماعيه جميع الناس كل الرسائل الجماعيه اللي تبعتوا بالتالي المفروض لا كلم خوك ولا اختك وقول لها صح عيدك كل عام ما تستغرقش وقت يعني صح. راضيه انت من الناس اللي يرسلوا رساله ولا تعيطي التليفون؟ انا ما نرسلش رسائل نكذبش عليك، لانه العيد انا ليا حاجه كبيره، وهو عيد الرحمه والتسامح. ولا شي تعبك لو كان ما تسامحش في حياتك ما تقدرش تو بو با افونسي، تقعد دائما في هذاك الغيض والبغض اللي عندك وما تقدرش تكمل حياتك. دونك المسامح كريم يعني احسن، وهو عيد التسامح وعيد اللمه وعيد عبالك هاد الدنيا ما تسواش انك باش تتشاحن مع على حاجه ما تستاهلش ما تستاهلش صح. ويقول مليح الانسان باش هي نقطه مهمه جدا على التسامح وما تقدريش تكملي حياتك. يقول لك كي تسامحي للاخر هي كي اللي سامحتي روحك اكيد طلقتي تصالح مع نفسك ولا شي بخيز وتخلي هذاك البغض يروح ترفعي درجات احسن اكزاكت وتحسي بواحد انك درتي حاجه مليحه. يعني انا يعني انا اليوم الحمد لله انه في البيت تاعي كنا قرابه واحد ال 20 شخص. الله يبارك ربي يدوم لمدكم خوتي وخواتاتي ونسابنا واولادهم. كانت واحد البهجه واحد لما كبرت العائله لانه احنا مورفين كل عيد نروحوا نفطروا عند الام تاعي، والام تاعي هذه الخطره شويه تعبانه قال لك اليوم نفطروا عند راضيه. يعني انا درت لهم الفطور شرف كبير هذا بيان سور. دونك كانت لمه كبيره وفرحت فرحة كبيرة. يعني هذا شرف كبير صافي ديغ كي صافي كي خمو عليك كم البرومي مينيستر. اكزاكتومون كانت كيما هي هي الفخيزي دونك هي الفخيزي وانا نفتح هذوك هذا العام تعبت شوية تلمت داري اليوم كانت فرحة كبيرة فيها. وحنا نوبوا على كل المشاهدين ونطلبوا منك اغنية تغنيها لنا. ايه واش تأدي لنا في هذه في مناسبة العيد؟ اغنية حاجة خفيفة صوتك. ايه هيا غنو حكي حكايتك نعاودو نسمعو حكي حكايتك. حكايتي حكايه. حكايتي حكايه. اذا راح تحكي لكم حكايتها من خلال هذا الاغنيه اللي نهديوها لكل المشاهدين اللي تابعوا هذه السهره الاولى من سهرات العيد. حكايتي حكايه عشق وغرام مقابله المرايه نتفكر ليام ضري انا يا ما لقيت له كلام مسلسل بلا عنوان عشقي وهوايا جراح وآلام في حيرة وقتلني تخمامة واستشفى وفيا العديان
اللي بغيتو تغمضوا عينيه، اذا شفتوه سالوا لي عليه، هاي قولوا له مازال نبغيها، ما لقيت دوا للنسيان. نرقد ونوض نخمم فيه، قلبي لحنين على شي قديم، حالتي حالة عدويا تبكيها، ما يقولها غير لسانا. عليها غبينك حلا راني فيها، ما لقيت كيف نداويها، دموعي دايرة ودانا بنتي كيا فيها وعليها، حالتي انا على الله نخليها، حياتي اللي فيها يكفيها، ما تحكوليش على اللي فيها. برافو رابية، برافو، يعطيك الصحة. نغم جميل نهديه لكل اللي تابعوا فينا. حفيظ يقول أغنية رائعة، نقدم من خلالها تحية العيد إلى كل عائلتي، عائلة ميهوبي وجبالي، خاصة الكتكوتة مريم وباتول. إهداء من الفنان مصطفى مهدي لكل المشاهدين اليوم يتابعوا فينا ولضيوفنا الكرام اللي حضروا معنا في عدد اليوم. تحية من عديل سطيف إلى كل عائلته برتيل، عائلة برتيل وكل من يحمل لقب برتيل، إلى الوالدين الأم والأب وإخوته أيضا. شكرا لطفي، وشكرا لكل الأوفياء وكل اللي هم يشاركونا بالرسائل تاعهم، وطبعا رقم الهاتف مازال تحت تصرفكم، احنا مواصلين معكم السهره. نختموا ربما الدردشه مع مازال فخدو، ما نختموش الدردشه داكو، نزيدو نكملوا طبعا داكو، احنا مواصلين طبعا رقم الهاتف ما تنساوش. واش ناوي دير؟ واش عندك مشاريع واحده اخرى ولا دي تيت خلي بالك راح تزيد دير بهم الباز؟ ان شاء الله كاين اعمال سونتيمونتال في هذا الكوروار بعد تسمى، كاين مور فيفون مع طارق قادم للحي بالمناسبه، وكاين بزاف ان شاء الله. ان شاء الله رجا منال، هذه الاغنيه اللي سمعناها كانت ربما ان كومباك ولا عوده، ولا كانت سيتي تري مودرن تاني، ما يتشبهلكش بزاف بزاف كيما تعودنا عليك. خرجتينا خرجه جديده، هذه يعني من تلحين المايسترو طارق قادم اللي نقدم له تحيه كذلك. هذه تاني دارت الباز، يعني ما نقدرش نقولكم باش ما نكذبوش، ماشي غير هو. لا لا سي على اللي نعاود نولي لك باش نقول لك باللي مواقع التواصل الاجتماعي تخدم الفنان كي تكون حاجه مليحه. انا هذه لا شونسون هذه كانت ما دارتش 48 ساعه ودخلت توندونس، دونك اول خطره ليا انايا واول كليب في مسيرتي الفنيه. تري كونتونت، كنت بزاف فرحانه، فرحت بزاف يعني، و دونك سي ان نوفو ستيل بور موا. الناس مي فهمتي باللي لازم التزامن شويه؟ اكيد لازم. فينالمون اكتشفوك، انا شفنا الزملاء اللي راهم حاضرين هنايا، كاين اعمار مختلفه، ربما ما كانوش يسمعوك ابار في عرس. اكزاكتومون، دونك اكتشفوك بطريقه اخرى، اكتشفوك كفنانه كامله. سي بور سا حبيت نقول للسيد العراف باللي انه لازم التزامن، وكاين حتى
احتفاظ على التراث لازم اجتهاد ربما مجتمع من بين هذا الشباب وانتوما، والرقمنه تساعد بزاف بزاف بزاف، ونظن انه الرقمنه هي اللي حتسلك التراث وتعاود تجبده من تاريخه وترسخه. هو كل من ساهم في مثلا جميل، اخت راضيه واش قدمت كما وليدي هذاك واش قدم جميل، يعني يكملوا ما داروا. لكن نزيد نرجع انا برك نو حبيت نقول لازم تخدم الرقمنه هذه، ما لازمش تخدم غير الصغار، لا خدمت بزاف، لازم تخدم التراث. سيدي لازم كاين مبادره، لازمكم رقمنه، لازم مبادرات. لا لازم مبادرات من عندكم انتوما ولا من الشبان، ولا ماشي انا ولا هو ولا انت لطفيمي، هي انه لازم يكون مبادرات من الشبان اللي يميتريز لا نوميريز لو نوميريك ولا الرقمنه في خدمه التراث، باش يجوا عندكم وياخذ هذه المعلومات ويرسخوها بطريقه ان شاء الله. هذا ان شاء الله احنا نتمنى ذلك يعني. اكيد باش التراث تاعنا ما يروحش. اكيد صح. انا برك نبشركم انه التراث ما راحش، تحيه لوزاره الثقافه، اخيرا عملت كذا اغنيه سجلتها من التراث، نتمنى تعملوها في الشروق، كلها اغاني سجلناهم ان شاء الله حتى يسمعوهم الناس. وهو تراث فيه يعني حتى حاجات قديم جديد يعني. نعم يعطيكم الصحة محمد. شكرا. وي نجية، مدام نجية العرف، عندكم اسكو عندكم ربما رسائل تحيات تجوزوها تاع العيد؟ تفضلوا. يوم العيد نقول اخواتاتي، خويا، بنتي وبنتي ولادي في فرنسا، نقول لهم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. ما تشديش بك الميكرو تاعك من تحت من الفتحة. وكاع الفامي لافامي في بوسعادة، نقول لهم صحة عيدكم، وكاع الشعب الجزائري والفنانين اون جينيرال نقول لهم صحة عيدكم، كل عام وهما بخير، وان شاء الله ربي يلاقينا في سعة الخير. قالوا لنا ما كاش سيزون 3 تاع البطحة، مي نتمناو نشوفوك في أدوار جديدة ان شاء الله. ان شاء الله. سي محمد. والله انا سعيد اليوم لما اختي راضي عندي مده ما شفتهاش، وليدنا اكتشفناه، خويا لطفي، المجموعه كلها، فتحيه كبيره لاخواننا في غزه. نحن رانا نغنوا والله مش من اجل الغنى، في قلوبنا يعني صراحه. فنحن كل يوم نموت يوميا، ربي ان شاء الله ينصرهم، وندعو لهم ربي ان شاء الله يفرج عليهم. تحيه لكل الشعب الجزائري والى كل الامه العربيه والاسلاميه وكل من هو شيء جميل في هذا البلد. شكرا لك هشام، يعطيك الصحة. شكرا وشكرا على الاستضافة مرة أخرى. نوجه سلامي لكامل عائلتي، يما بابا كامل الله فامي، إن شاء الله ينعاد علينا هذا رمضان بالصحة والهنا، ونغتنم الفرصة نترحم على أصدقائي كما نقولوا في العمل اللي ألف رحمة ونور عليهم. أمين أمين الله كولومبو محمد بوسماح، ربي يرحمهم إن شاء الله، ربي يرحمهم كامل تنليماته، كما قال شيخنا ربي يرحم خوتنا اللي في غزه، ربي يقدرهم ان شاء الله ويقويهم. يعطيك الصحه هشام، شكرا لك. راه جمال الان نقاديوك معنا، نسحقوك نسحقوك. نعم، من بعده لنا رجع مشاهدينا، تفضل. رجعنا لكم مشاهدينا، نعود نرحبوا بكل من انضم والتحق بنا الان، واختار هذه السهره المتميزه الخاصه باول يوم عيد، عيد سعيد نتمناه للجميع. صح عيدكم ومرحبا بكم من جديد. رجاء منال مازالها معنا، صح عيدك من جديد، شكرا اللي قعدتي معنا. ونستقبلوا الضيوف اللي التحقوا بنا، على راسهم كيفاش يقولوا الكتكوته الصغيره زميلتي زهره، رزق الله، مساء الخير. مساء الخير عليك فريده، مساء الخير عليك لطفي. لطفي مساء الخير على كامل، اسمي نسيته. مساء الخير على كامل ضيوفنا الكرام ومشاهدين قناه شروق تي في، سي تانونور داتر باغمي فو، سيغتو الفنانه القديره راديه منال، سي تانونور. يعني اني بزاف فرحانه اللي حنكون معكم في هذه السهره، مون جو بارتاجي السهره معكم تاع العيد. الله 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 الله، ما غلطتيش كي قلتي زميلتي. زميلتي منشطه معايا فريده. وي امبارح حنايا مولفين نتلاقاو غير في الاذاعه، من اليوم تلاقينا على الشاشه التلفزيون. الله الله الله، تلاقوا بالمكثر ان شاء الله. كي تلاقيها تتعاملي معها على اساس طفله صغيره ولا زميله؟ زميله، باسكو خلاص هاي دخلت في العائله، دخلت من باب الكبيره وتونسنا بها، ولات لا ماسكوت تاع الاذاعه تاع جيل اف ام. دونك ونفكروا ثاني المشاهدين، نرحبوا دابا بالضيوف، نخلي لطفي
وبعد نزيدو لطفي نخليك عندنا وياك عندنا مرة عندها ما تخافش. حاضر معنا ايضا الفنان اللي وصل من خلال برامج كثيرة عربية قدر انه يأسر قلوب العديد من المشاهدين يؤدي كل الطبوع ايضا عماد الدين الدوح حاضر معنا. السلام عليكم في هذه السهرة. اهلا وسهلا صحيح مساء الخير لطفي صحيح عيدك مبروك. السلام عليكم صحيح عيدكم نشكركم على الدعوة وشرف لي نكون معكم اليوم ودائما الفرصة من عند من قناة الشروق باش نطلعوا على احبابنا ونعيدوا عليهم. نورتنا بحضورك. زهرة لابسة لباس تقليدي والاغنية القبائلي والاغنية القبائلية حاضرة بحضور ياسين ادريس. مرحبا بك ياسين. مرحبا بكم الزول في اللون. صحة عيدكم تعيدوا بالصحة والهنا ان شاء الله. صافي ان كرون بليزيغ دير الخبر باغمي فو. J'espère qu'on va passer un très très bon moment, Inch'Allah. C'est sûr qu'on va passer. Je n'en doute pas, je suis avec des très grands artistes live. Allah Iberk. Donc, Zahra, tu as dit que tu es fan de la Jamanel parce que tu es fan, tu aimes ça? Oui, je suis fan. Chauffez. Je suis surtout fan de la Jamanel. Je suis toujours fan de la Jamanel. الوغ زهراء ما شاء الله عليك تبارك الرحمن طفله صغيره راهي عمرها كبيره باش نقول لكم برك على زهراء سي لا غراند سور دو ميمي اللي لعب مريم اللي لعبت ميا في البراني دونك سي دو فامي لو تالون دونك ميا ثاني تالقت نسلموا عليها ميمي خلاص لصق لصق ميا نوجه لها تحيه. بون ميا اللي لعبت مسلسل براني مازالها تقول لي انا بنتي احمد ما نخافش. با وي بيان سور لازم تقول تكمل. دونك سي دو فامي لو تالون وان شاء الله نتمناو لكم اون لونغ كارييغ باسكو نحتاجوا اطفال هكا ناشط. اكيد بيان سور بيان سور. وجابت سا ميور امي الاخرى اللي هي لا موندولين وي دوك شويه هكا تعزف لنا بيان سور تعزف سي سا سون عبالك لو كانت تمسيها لا موندولين تاعها زعما تحس زعما كي تجي للاستوديو نحب نفرز جو سي با بوركوا فال مو دي ما تجي باسكو سي مون ميور امي لو كانت تجرح شويه يتما لازم نديها لو كانت تجرح كادو. لا لا اون بليس هادي عطاوها لها كادو ياك قلتي لي عزيزه عليك باسكو شراوها عزيزه عليا شراوها لي في لانيفيرسير تاعي. شكون اللي جابها لك كادو؟ جابوها لي مي بارون. ربي يخليهم لك. وشكون اللي يعلمك موسيقى؟ يعلمني الموسيقى. اي عند منا كي تقراي؟ في المدرسه. يعني نقرا في الاكاديمي تاع منا الغربي عاصمه اكاديمي هو يقريني الشيخ بومعزالي لنوجهوا له تحيه نقولوا صحه عيدك بروف هو اللي هو يقريني اندلس ونقرا لي ماستر كلاس عن الفنانه القديره بهجه ما شاء الله ما شاء الله. انت دو كان اوريجين منين اصولك؟ وصولي ايه وصولك ايه وصولي من مليانه. الله الله أنا خيار الناس قالوا لك الناس ما شاء الله ميرسي باسكو ابارامون لطفي تاني انت تاني مدينتي تحيه كبيره لسكان مدينتي. يعني مدينه مليانه قدمت بزاف اسماء فنيه بزاف. كيفاش جوزتي رمضان؟ كانت عندك ايميسيون في جيلا فام صح؟ وي كان عندي ايميسيون في جيلا فام عيش رمضان كان اللي كانوا يعيطوا لنا يلعبوا معانا انايا بالك نزيد بالك ندير الحلاوه تاع رمضان. ايه هي الحلاوه تاع لونتين. لا لا نعم باسكو كي عيطوا لي ايه شوفوا كي عيطوا لي انايا يكونوا دو موفيز يوم قالبهم رمضان من داك نطيح في الناس ملاحه الناس ملاح ماشي غالبهم رمضان. قولي لي حاجه واحده اخرى عندك صحاباتك من السن تاعك تلبي معاهم عندك بوبيا في الدار ما عندكش؟ شوف هادي ما عنديش بوبيا في الدار عندي لي زانسترومون هما بوبيا تاوعي لي زانسترومون في الدار تدخل تصيب انسترومون من انسترومون من باش نحكي لك. بون عندي مون دودو مون دودو اللي عزيز عليا بزاف نوجه له تحيه ونقول له صحه عيدك دودو ميم ميم نهضر معاه. الوغ معليش لو سمحتوا تحيات قبل ما نجوزوا لضيوفنا عندنا تحيه لزميلتنا ريم لاستاغ اللي راهي تشوف الوغ نديروا لها ديديكاس ومبروك المزيود الجديد ريم لاستاغ ريم رزيق دوك لولادها للزوج تاعها وايضا الوغ راسم ليث طبعا عبدو الاب تاعهم وفريده ام عبدو دونك لابيل ميغ تاع ريم اللي تشوف فينا اي تشوف فينا اللي نحيوهم بالمناسبه نقول لهم صحه عيدكم ان شاء الله هذا راح يكون اول رمضان لوليد ريم رزيق زميلتنا
الوغ زهره نجوزو عندو زانفيتي الاخرين نخليو المجال لطفي نخليو عماد واش رايك حبيت الظاهره صح؟ ما تشرف الميكرو برك باردون. في ربع شهر شغل زيت حتي دازت كبرت اكثر من ربع شهر واقيلا سي مو هكاك هكاك شي مون كانت عباك راني والله راني مشوك عليك ما سمعوش المشاهدين باسكو كنا بلا ميكرو كنت قلت بلي تلاقيتو في بلاطو من قبل تلاقينا منذ ست شهور الوراء معليش نواصلوا معاك عماد عماد دونك كيفاش دوزت العيد تاعك اليوم شكون اللي غفرت عليه؟ والله شوف العيد سنا الحمد لله يا ربي جاز علينا بخير ومام رمضان جاز مليح جاز الحمد لله جاز بيان كما العاده تنوض صباح صباح العيد بون تصلي صلاه العيد ومن بعد تكون لوكازيون باش تتغافر مع لا فامي مع الجوارين مع الحباب وهذه هي فوالا ومن بعد تعرف تفطر ومن بعد ابري نوي بلونش دونك ترقد ونحتكم لا فاموز نوي بلونش تاع ليله العيد انت ثاني امين عند درت نوي بلونش نو ياسين عفوا عفوا لا 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 سي لا ميم شوز بور لوي سي فوالا نوض صباح صلات اي بي نروحوا نشوفوا الاقارب بيتو مي انا ما نرقدش انا ما ترقدش كامل لا لا ما نرقدش ما بيش من جاتنا هذه العاده هذه تاع لافي تاع العيد ما لازمش نرقدوا شكون قال معاك هكا سينو ما يجيش العيد باسكو لو ريتم تاع رمضان لا فاتيك تو وعماد من الفنانين اللي كل ما يجي عيد ولا مناسبه الا وتكون عنده اغنيه صح؟ وي كانت عند وي وي انا باسكو علاش خممت احنا بزاف كبرنا بصحة عيدكم بمزينو نهار اليوم دونك حبيت تكون اغنية درت اغنية سبيسيال من صباح العيد باش تكون فيها ان توش مودرن تاع لا نوفيل جينيراسيون في حبيت ثاني نجوز بها دي ميساج حبيت فيها بزاف صوالح هذه هي راح نسمعها مع بعض ونكمل الناس اللي متابعوا فينا تحية لشاب مهدي اللي يحيي كل عائلة مهدي وكل عائلة ميجاجي اللي راهم يتابعوا فيه ايضا عيد مبارك من عند اسماعيل الاستاذ اسماعيل المحامي لوالدته عماره فاطمه الغاليه الزوجه الغاليه ابنه العسوله سيلين كل العائله الكريمه عيد يترحم على الوالد نتاعو ويقول صحة عيدكم كل اسره الشروق لك لطفي وفريده وكل ضيوفكم من عند الاستاذ اسماعيل معزوزه وسيله سيلة تهدي تحياتها لبناتها هند نجاة واسماء وتقولهم نحبكم صحة عيدكم كل عام وانتم بخير تحية كبيرة لعائلة لو نيسي بنور ومبكري ميكوري عفوا أمينة لونيسي تهني عائلتها كامل خاصة اختها مريم وتقولها صحة عيدك ويعطيك الصحة تحية أيضا لشينون اللي راهو يتابع فينا تحية للزوجة نتاعو ويقول أيضا تحية لعادل شمروك كريم يتمنى عيد سعيد للزوجة أميرة ولعائلته عائلة شمروك وعائلة بوفجلين والكتكوتة لينا وفواز نكملوا من بعد نشوفوا أولا الأغنية نسمعوا الأغنية معي مد ونشوفوها أيضا نسمعوها سابلي كليب باردون دايرين العينين والكواوني هديك دقه اختي هاين هي هاي دانا 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 وديني هالعمر راي هديك دقه اي نروحوا ولا متنجموا فو هديك دقه اختي هاين هي هاي دانا 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 وديني هالعمر راي هديك دقه هاي دانا ودانا ودانا وديني العمر راي دقدقه كي دايرين العينين والكواوني هدقدقه اختي هايني هاي دانا ودانا ودانا وديني العمر راي دقدقه كي دايرين العينين والكواوني هدقدقه اختي هايني هاي دانا ودانا ودانا وديني العمر راي دقدقه
برافو اغنية ايقاع جميل جدا. ميرسي. ايقاع جميل جدا و بوكو دو توش دو مودرنيتي افكتيفمون بالاصول شويه. وي جوستومون علاش حنا خممنا باش توجور نديرو احياء التراث تاعنا ما ننساوهش، وثاني باش نديرو تجديد الريتم باسكو علاش حنا دوكا سي فري التراث تاعنا غيش وكابسا ما يفهمولوش تاع دوكا، كاين انتاجنا ما مش يعرفوا له ما يستبنوش. تعرف انا هذا الايقاع هذا اليوم لو شفتوا وتشوفوا لي توندونس اللي يمشيوا في العالم سي لافروبيت اللي يجي من افريقيا العميقه والايقاعات تاعنا تاع القناوي تاع واش سمعنا دوكا واش كل الايقاعات القبائلي البندير تاعنا شفنا دي جي سنيك الى شغل الى زعزع لا بلانيت بان تيتر وين خدا التراث. دونك لو كان كل واحد في الفنانين يدير واش دار جو بونس كو صح صح مام الفكره لو كان تشوفي اغنيه مداحات اغنيه مداحات والتوزيع درتو صحراوي شغل كي تشوفها شغل تجيك علامه استفهام. بون هذه بالمناسبه نشكر وزاره الثقافه هي اللي كانت اللي بروبوزيت لو بروجي وقبلوه فوالا هما اللي كانوا الممولين تاع البروجي. هذه هي مليح سي بيان سي بيان. حبيتي الستيل ولا ريتم جديد لاغنية دكداكا اكيد اللي كانت تغنى في العراس من المسامع مسامع اكيد يعني بيان سور. هذه هي هذه هي دوكا هذه هي المهمة تاع هاد الشباب اللي طالع انه يخلي لا جينيراسيون هذه تسمع التراث تاعنا بتوزيع موسيقي جديد. هذه هي سهله ما راهيش واعره، وانا نتمنى انه الجهات المعنيه تعاونهم. وصح يعني كي شفت تسمع مع الاول سمعت لو ريتم جون سويت هذا صحراوي مي ابخي كي ولا يغني دكداك سامايتوني شويه مي حبيت بزاف جي مي. وحنا راح تحبي اكثر هذا الاتصال الهاتفي يقولوا لنا عندنا مكالمه هاتفيه نقولوا الو. الو مساء الخير. مساء النور صحة عيدكم. صحة عيدكم كل عام وانتم بخير. نتعرفوا عليك صحة عيدكم. شكون معنا قالوا لنا باللي هذه مفاجأة احنا اصلا ما على بالناش دونك اللي من المفاجأة السيدة رضيا منال. اها عيدك رضيا. صحة عيدك كل عام وانت بخير. خايفة رضيا هي قولي لها باللي مفاجأة تفرح ماشي بيان مفاجأة تفرح انا نتمنى فيها تقول لي شكون هي ولا عقلتني. عرفتيها ولا لا؟ عرفتيها بالصوت ولا لا؟ لا لا عقوبه ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله. واش رايك صافاك مليحه؟ لا بس الحمد لله. انا نديس ربما هكا حاجه باش نعم اعطيها انديس مؤشر هكذا باش تعرفك. نعطيها مؤشر؟ ايه حاجه اللي تقدر تعرف بها شكون. وش نقولها؟ نقولها خديجة. تعرف خديجة؟ خديجة. هذا اسمك خديجة ولا كاين واحد شخص بيناتكم اسمه خديجة؟ خديجة بنت اختي هادي نوال هادي خواتاتي لاباس الحمد لله. هادي خديجة بنت اختي. هادي نوال اختك؟ هادي نوال اختي. وما عرفتيهاش؟ ما قلتي صوتها؟ ما عرفتهاش شتي. شحال عندك ما هضرتيش معاها؟ زوج سوايع. انا في الدار. وهذه خديجه بسم الله ما شاء الله عليها اقبح طفله سيغ لا بلانيت. هذه دو لابار دو سا خاله. دو سا طون. دونك نحبوها نحبها بزاف عزاز عليا. بس بوتيت مفشه لا لا. بزاف لا 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 ال ديباس سون اج شي دو لا جينيراسيون. انا هاد لا جينيراسيون مخلوعه. هذه اللي عندنا عندها
ربع سنين ولا مش عارفه شحال في عمرها 4 ولا 4 لقيتوا الموهبه تاعها ربما عندها مواهب مستقبليه لازم هاد لا جينيراسيون اللي كي تهضر معاك نقولها خديجه وي ديني ندير لا دونس ونشطح هكذا وانا بون داكور نوال قولي لنا انتم العرضه عند راضيه صح؟ اليوم عند راضيه تلمينا كامل كما قلت لكم من قبل وانت بليز دو 20 بيرسون حبينا نجوزو مع العيد شاك اني سي عند مامير كون مامير مسكينه راهي مريضه ربي يجيب لها الشفاء ويطول في عمرها ونا بخيتي غير عند راضيه سيتي تري تري بيان باسي دارت لنا ان كوسكوس يقعد على في العالميه هي طيباتو كانت في 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 الخلاص على اشومي المسؤوليه تاع لا غوليف سي سا وي كي جينا لقيناها كملت طيبت وحدها وحطت وحدها كلش وحدها الحمد لله يبارك الله يبارك لي غاتو الفيتي ديليشيوز كانت عندك لا بريسيون شويه على جمال لا 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 انا ندمت روحي يعني كانت 12 ولا 12 ونص كان كلش انا المهم ما تجيش تسابيني في لا كويزين وخلاص هذا ما كان خليني وحدي قولي لرضيا بما انك اتصلتي بها نقولها نقولها في عيد كل عام وانت بخير ربي وان شاء الله ربي يطول في عمرها ويخليها سيغتو سيغتو تد فوق راسنا باسكو سي لا ميور دي سا ربي يخليكم بعضكم تزعف علينا وتوك في قلبها حنين بزاف وربي ان شاء الله يخليها تاج تاج فوق راسنا كامل عايشك ربي يطيب بيناتكم ويخليكم بعضكم ان شاء الله يا رب ان شاء الله امين ويخلينا لبعضنا البعض كامل يا رب العالمين شكرا على الاتصال شكرا على التدخل شكرا لك هذه شهاده ليك رجا منال بما ان حكيتي لنا على الفطور ما ننساوش الطابع القبائلي معك ياسين وكنا نهضروا على التراث كان تخدم بزاف بالطريقه الحديثه والعصريه وحاجه مليحه في عند القبائل ماشي حنشكر القبائل لكن سي فري كو متمسكين بالاغاني باللغه خاصه في المناطق في العراس في اللباس التقليدي في العادات والتقاليد سي فري كو ما كانش بزاف تدير كو تتورث من اب من اب الاولاد ما ضاعتش ما ضاعتش سي فري نقولوا لها تجديف فوالا دوك يديروها اورالمون من بكري حتى القديم الحسناوي وكي يتعاود يعني يبقى بال يحاكي كل العصور يعني ما يقدمش عندنا ربما انت تقدر تجيب لنا حاجه للحسناوي وي جو في فير ان بيتي انشينمون حسناوي وي C'est pas un peu... Juste improvisé avec l'orchestre. A cappella, la habite. A cappella. A cappella. Ah, t'es fort. Mais les instruments ou la cappella, qui m'a habite Qui m'a habite ou tout, moi Donc, il y a quoi l'on a bloqué les écrans, mais les instruments... Il y a quoi l'on a bloqué les écrans, mais très bien. Au coup, il y a un peu de temps, il y a un peu de ايوه ايوه جتني شوفة في راسي ركف غذق طاكسي حوس غور جيغ ثمور ثا تنادي غموح عندو قاسي زيغ فروحة استيقسي يفرات داوت زمور ثا زيغ يقيم بلاي منسي رويغ فلاس استقسي غيد غاس بدغاف سبور سا ارواح ارواح اطاسا يا ورد صريخ ارواح ارواح صفر غفلك تراجو ارواح ارواح اطاسا يا ورد صريخ ارواح ارواح
قراش دغري في الفراقي لقيت تخمي مغفل لك كلاس ام صباح امس مديت لو حذولي ويقراش دغري في الفراقي لقيت اربي ليلك ذا عساس زمني وعران بي حذريت ما يبغى خمس لساس ما يصور نكر فرجو اربي ليلك ذا عساس زمني وعران بي حذريت ما يبغى خمس لساس ما يصور نكر فرجو ارواح ارواح قسايا ورك صرخ ارواح ارواح صقر غفلك تراجو ارواح ارواح الطشايا والكزرير ارواح ارواح صفر غفلك تراجو ساني ساني ما تروحوا قوية الدور ساني ساني ما تروحوا قوية الدور ما سبغي ضايت ربح خيرا كلنو ما سبغي ضايت ربح خيرا كلنو تروح لوحدك أتروح لوحدك زيغنك زهير ما دي سلك الهمة دي سلك عايد حمض ضك حملة سك الزهور عايد حمض ضك حملة سك الزهور ساني ساني ما تروح قوية الدوم ساني ساني ما تروح قوية الدوم ما تبغي ضاي تربح خيرة كرنوم ما تبغي ضيط ربح أي الخير أكرمو برافو 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 سيدة علي يعطيك الصحة نهديو هذه الأغنية الكل اللي متابعوا فينا تحية إلى عبد الرزاق اللي راه يشاهد فينا من ولاية تيسمسيلت يقول إلى كل عائلتي أين موجود تحية لعبد القادر يوسفي من مارتيغ لوالدته الغالية إخوته أخواته عائلة يوسفي بمدينة مليانة شرشال وللزوجة الغالية والعائلة أقاسي بالبوليدة عندي تاني إهداء من طرف شمروك عفوا غلط في الاسم كريم يتمنى عيد سعيد للزوجة أميرة والعائلة عائلة شمروك وعائلة بوفجلين والكتكوتة لينا وفراز عائلة بعزيز حمزة المتواجدة بفرنسا وأخوه محمد وعليلو وولاد عمو عبد الله وبلال ياسين إلى زوجته نوال والبنتان رشا ألا وإلى كل عائلة مساوي وبعيطيشة نولوا لي ديديكاس شويه هكا مازال بزاف الاهداءات الوغ كنا نسمعوا الطابع القبائلي سمعنا طبوع مختلفه مازالها زهره معنا طابع الاندلسي طابع الاندلسي الوغ قبل ما نبقيو على خير رجاء منال على بالي بلي تحبيها حبيتك تادي حاجه هكا راكي واجده حبيت تغني لنا حاجه راكي واجده نقدر نادي حاجه مي قالوا لي كامل راح نغني معك ملي كانوا معايا في الكوليس تغني معاك في الكوليس تغني معاها واش وعلى بالها هي على بالها فهمتوا على الاغنيه اللي تغنوها كيف كيف خليها تغني واش تحبي هي وهي تبعك تبعك اليوم انا نتبعك يلا بصح واحد يشد لها دونك يشد لك عينات تخي بيان Thank you.
بدي تشفي تالي طراش قلبي يعطيك خبار وسالي سالي 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 ثم تعذبي ولا انتي تشفي ثم تعذبي ولا انتي تشفي واو فنانة كاملة كاملة فنانة ما شاء الله برافو برافو ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ومن بعد حنجي نغني هذه جوج باش نبقيوك على خير تبدا الغنية هذه جوج باش نبقيوك على خير هي مازالها موجودة لنا يعطيها الصحة ميرسي بوكو واسمها فكري فيها زهرة نعم زهرة 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 سكال فيان دانتربريتي سي با فاسيل حتى على واحد يكون كبيرة هذه يعني من روائع محبوباتي الله يرحمه سالي تراش قلبي يعطيك اخباره او حقك مرتاحه في صوتها شفتي مرتاحه فلات في ومازال هتقرا دوك مازال المشوار طويل ومازال التطور ان شاء الله شوفوا هذه رساله بون ماشي لازم تقول بون هذه واعره واعره ما نقدرش نحفظها ما نقدرش نحفظها على غنيه مي لو كان دير في بالك بلي كلش سهل يتما يجي كلش سهل تاع بالتدريب شحال في عمرك قولي لي شحال في عمرك ايه. ما تعرفش شحال في عمرك ما نعرفش قولي لي عمري 8 سنين الله يبارك ما شاء الله عليك ما شاء الله ميرسي بوكو رجاء منان نخليك تجوزي تحيه يسلمك عايشك انا نقول لكم صحه عيدكم ليكم كل مجمع الشروق العاملين فيه العائلتي بيان سور الام تاعي البابا نقولوا صحه عيدكم عيدكم مبارك تعيدوا بصحه ولهنا ان شاء الله طوال العمر يا ربي العزيز ولادي واش نقول لكم نقول لكم ان شاء الله العيد اللي جاي راح يكون احسن من العيد اللي فات وانا ما كان جو ريميرسي انفينيمون اي بوكو اوتمان اتولي فوالا نقول له يعطيك صحه وصحه عيدك بور سي مانيفيك بيجو فوالا ميرسي بوكو موفقه يسلمك يعيشك شكرا لك وصحه عيدك سلام يعيشكم سلام انتم تقعدوا معنا بيان سور السهره متواصله مشاهدينا الكرام قعدوا معنا فاصل ونعود عودنا ولينا لكم من جديد مشاهدينا نعود نرحب بكل من ينضم والتحق بنا الان في هذا السهره المتميزه اولى سهرات عيد الفطر السعيد نتمنى وسعيد للجميع تحياتنا لكل من يتواصل معنا ما تنساوش انه وضعنا تحت تصرفكم رقم تليفون واحد واحد يمكن لكل التواصل والتفاعل معنا من خلاله ابتسام زبير تتمنى عيد مبارك لوالديها الكريمين اخوتها هشام فايزه منال عماد سهام الامير الصغير محمد اياد وكل عائله معزوز وزبير زينيده غربي تقدم تحياتها للام نتاعها ربي يطول في عمرها الى اخوتها اكرام زوجها اولادهما جواد كاميليا خليدة زوجها أولادهما نور الهدى المدعوة سكر وحبيب يانيس إخوتها فؤاد مهدي فريد أولادهم نصيرة المدعوة كوكوشا وأنس ملك محمد الحبيب وكل أحبابي وأصدقائي صحة عيدكم من جديد مشاهدينا الكرام مرحبا بكم من جديد لا غير ولا مرحبا بكم لا غير كما التحقتوا بنا وحنا نرحبوا بضيف جديد التحق بنا اللي هو امين عمروج مساء النور صحة عيدك شكرا للالتحاق بنا على الساعه الطانشه كما قالك الاخرى الساعه 12 تاع الليل وقعدنا بيناتنا مساء الخير صحة عيدكم عندكم مبارك عامكم بخير ان شاء الله دونك شكرا اللي قعدتوا معنا زهرة عماد الدين وياسين شكرا لكم نواصلوا اذا امين احنا حكينا ودردشنا بزاف مع ضيوفنا كنت تهضر باردون قطعناك سي صا لا كملنا مع ضيوفنا دونك نسقسيوا هو كيفاش الجوز العيد داكو باردون خلاص خلاص تاع الليل خلاص عطاني شهر راهي عطاني شهر العيد جوزناه بيان ايه نون فامي انت منطقة تيزي وزو ايه تيزي وزو فيل انا صمنا كي حنا كي الناس و شكون اللي عيط عليه عقداش نط اليوم عقداش نط والله ما رقد وشنو؟ ما رقدش ما رقدش كامل ما رقدوش سي فغي وباش يعاودوا ياخذوا لو ريتم تاع الفطار ماشي سهل انا رقدت ما نوضش
هذه هي دوك انت ثاني في الطابع القبائلي كما ياسين اللي هو حاضر معنا كنا سمعنا دي روبريز تاع حسناوي اميدلي سمعنا طبوع مختلفة معكم ونكملوا السهرة بطبوع الجزائرية المختلفة أيضا دونك نسمعوا دوك الأغنية تاع الدوح عماد الدين اللي غناها مع أخته اختو راه غايبه لك هو راه هنايا فوالا فوالا اللي قبل ما نغنيها للاخت تاعي اللي نتمنى لها الشفاء اللي في شهر رمضان كامل جوزاتو سبيتاليزي مي دوك الحمد لله ربي يشفيها ان شاء الله يا ربي وخاصتنا العام اللي فات كانت معايا سنة ماهيش كاينه نتمنى ان شاء الله عقبال العام الجاي ان شاء الله تكون معايا بيان سور هذه سبيسيال جي بازي على جلا ناديوها طبعا لكل المرضى وان شاء الله يشفيكم عاجلا ان شاء الله ترجعوا العائلات العائله تاعكم والناس اللي يحبوكم اللي توحشوكم ان شاء الله فوالا 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 نشوفوا الكليب نعاودوا نرجعوا لكم العين يفرح كبير وصغير يجمع الشمل المجديد يتغافروا من قريب وبعيد اليوم تصفى القلوب تبيض مجديد الأخ يسامح خوه ترجع الحياة مجديد صح عيدكم مبروك عيدكم صح العيد الواحد Bravo Aymed Eddine. Vous voyez qu'il y avait un clip quand même, je suis pas folle. دوك شكرا لك كليب جميل بوكو. جدا encore une fois تحيه لكامل الناس اللي راهم في الغربه ولا راهم بعاد على العائله تاعهم هي صعيبه شويه ان نجوزوا العواشر بعاد وي على العائله وي وي انا في هذه لاشونسون حبيت نتوشي بون سي فري هو العيد فرحه يقول لك وانت قدمتها بريتم حزين شويه ماشي لا ماشي ريتم حزين نو سي شغل ستيل مودرن شغل هذه بزاف الاغنيه هذه سي انا بوكو بليس حبيت على الميساج دوك نشوف لي بارول شغل جي بازي بوكو بلوس باش نترونسفيري دي ميساج لو برومي كوبلي سي صباح العيد كدا باش الناس تتسامح الناس اللي يكونوا عندهم مشاكل مع بعضهم سي لوكازيون العيد الاخت تاعي غنات على ليتيم
باسكو ثاني ما ننساوش كاين بزاف اللي فقدوا عائله تاعهم مكمل. والكوبلي الثوازيام سي الناس اللي راهي في الغربه وتجر ما ننساوهمش لازم. طبعا طبعا احنا رانا تحت تصرفهم جوستومون، حبوا يجوزوا تحياتهم، ومن بينهم الناس بعاد ولا من ولايات اخرى، ولا راكم بجوست حبيتوا توصلهم سلامهم وتتفكروهم. عيد ميلاد سعيد لريان ياحي من عند عمته، تتمنى له طوال العمر مع عائلة مزيان. من عصام دهمة، تحية لعائلة دهمة وبن محجوب وعاشوري. عندك فتح من تيارت يهنئ كل عائلة سبيحي وكل عائلة طمزيط أينما وجدوا. هذا هو الإداء الأخير. أنا نواصل مع بن ناري كمال، يتمنى للزوجة تاعو أمال وأبنائه عيد سعيد. وتتقدم عائلة سكات في هذه المناسبة المباركة بأحر التهاني وأجمل الأماني، خاصة للزوجة والبنت المغتربة. عبد القادر فقط يوسفي يقول لي نساء ابن وليدو ميلان يزعف عليا، يقول تحية كبيرة لك. وطبعا عندنا الياس اللي يسلم على كامل لافامي اتخوش، قراري، نيت علي، غوزي، عزي، خضراوي، بقاح، صحة عيدكم كاملا. رزقي عيد ميلاده اليوم، رزقي عيد ميلاد سعيد، ميلاد سعيد هو بألف خير. ما سمعش مليح، صحة عيدك، صحة عيدك، صح عيد ميلاد سعيد. إذا كامل نهديو لهم ربما أغنية قبائلية بصوت أمين، بما أنه راه معنا أمين اليوم. واش راح تسمعنا؟ بيك بليزير. واش تسمعنا؟ مع زينو. زينو ومهدي. نزيدوا برك واحد من ديغنيغ ديديكاس في الغربة، ديديكاس الغنيمة فروجن المتواجدة أيضا بفرنسا، اللي راهي تسلم على عائلتها وهي تاني تحب تموت على الطابع القبائلي. تحية كبيرة لهم، نديرو لهم أجمل أغنية بصوت لضيفنا أمينة. واش راح تغني لنا؟ أنت وياسين. أنا وياسين. واش تغني لنا؟ تفاهموا أنتم الزوج؟ وتفضلوا، تفضلوا في نفس الوقت. يلا، تفضلوا في نفس الوقت. دونك أغنية للمرحومة شريفة. المرحومة شريفة دائما في الأصول والطبع القبائلي الأصيل. سافا الميكرو. أمل عيون الطير يولي وصباح الخير، يولي وصباح الخير. أمل عيون الطير يولي وصباح الخير، يولي وصباح الخير. هاي العسلة من ما يلي سيغي لي مولا، هاي العسلة من يلي سيغي لي مولا. بيك مزرس ولن كرغد حليغ سيدة ولا، كرغد حليغ سيدة ولا. بيك مزرس ولن كرغد حليغ سيدة ولا، كرغد حليغ سيدة ولا. أملى عيون الطير يولي وصباح الخير، يولي وصباح الخير. أملى عيون الطير يولي وصباح الخير. صباح الخير، يولي وصباح الخير.
من عيون الطير يولي والسماء الخير يولي والسماء الخير يعطيكم الصحة. الأغنية هذه نهديها لكل مشاهدينا اليوم يتابعوا فينا، راهم يوصلونا بزاف رسائل معايدة بمناسبة العيد السعيد. تحية العيد السعيد صغير تحية كبيرة لعائلة زيتوني تحية لعائلة زيتوني وعائلة ولد يوسف من مستغانم، وتحية خاصة إلى لامية من عند فاطمة الزهراء. عندك هداءات؟ ما عنديش هداءات مازال. عندنا مكالمة اتصال هاتفين، قول الو. مساء الخير. مساء الخير. الو 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 مساء الخير. الو انقطع الاتصال ولا حاضر الاتصال؟ معليش في الانتظار، في انتظار الاتصال شويه هكا نعاودو. شحال نسمعوا من عندك زهرة؟ شوفوا حنسمعوا اون فينيون بوتي معاك. حنسمعوا شويه طبعا. سمحي لي زهرة عن المكالمة خلاص. يا شيخ نحب نستقبل المكالمات. يا دي انت لي المكالمة، دي المكالمة. مساء الخير. مساء النور. صحة عيدك ان شاء الله ينعد علينا بالصحة ولهنا. الله يسلمك. شكون معكم جميعا؟ صحة عيدك، شكون معنا من فضلك الاسم كريم؟ معكم بشرى من ولاية الجلفة. ايه تحية الناس الجلفة، كي تاكلي شيشة مرمز؟ ايه ناكل. الله الله. شلون ناس الجلفة؟ لاباس الحمد لله، سؤال عليك اختي. اه والله غير اكيد تهبري. الله يبارك يبارك فيك. اكيد تشوفي فيا تما يعني نشوف فيك. صندق حبسي حتى تخلص ليميسيون. عندك تحيه توصليها؟ اكيد حبيت. تفضلي. صحه عيدكم. صحه عيدك انت زادة، وصحه عيد كاع اللي هم يشوفوا فينا ان شاء الله. حبيت نقول لاختي في عين دفله نقولها صحه عيدك وصحه عيد اولادك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يتشوف فيك ان شاء الله يا ربي، وصحة عيد كامل عائلة تاعي. حيوا هذه المناسبة. وصحة عيد، وصحة عيد لفامي بن عزيز تاعين والسارة. نحيوهم كامل بالمناسبة، نقول لهم صحة عيدكم. الله يسلمك. شكرا شكرا على الاتصال، وشكرا على وفائكم وانك كي قاعده سهرانه معنا. قاعدي مازلنا معاكم بالموسيقى والضيوف الكرام. شكرا لك. يعطيك الصحة على اتصالك، شكرا لك. عندك فريدة اليوم نسيتي راحك، تحبي التليفونات، تحبي التدخلات الهاتفية. عندك باسكو في جي لافام خلاص والفت مكالمات. مساء الأنوار، مساء الخير، شغل والفت خلاص. تحبي تحبي التليفون سي فغي ليجيغ تخي بيان. نحيي كامل ليكيب جي لافام. نحييوهم طبعا. تحية كبيرة ليهم. الوغ دونك عندنا مجموعة شوفي طبوع متنوعة. عندنا الأندلسي، عندنا الطابع القبائلي حاضر معنا، الأغنية الشبابية. يعني أنت بالنسبة لك راح تكملي برك في الأندلسي ولا تقدري تحكمي ستيل واحد آخر؟ شوف أنا حنكمل في الأندلسي والشعبي وحنكمل في الأمازيغي. مي ما نقدرش نحكم ستيل واحد آخر جامي. كملي في الأمازيغي، تهضري قبيلية. ما نهضرش قبيلية من نفهم. تحفظي وتحفظي، تقدري تحفظي. وي نقدر نحفظ ونفهم. اها نفهم شويه. واش حتغني لنا دوكا؟ دوكا حنغني لكم شويه غنيه امازيغيه وغنيه اندلسيه. يلا تفضلي. عماد الدين تعاوننا تشد لها الميكرو ثاني. شكرا. ميرسي بوكو عماد الدين، خدمنا لك. تعبناك اليوم. بديت فرجيه معاك. خلينا نروح على فاصل.
خلونا عماد احنا نروحوا على فاصل مشاهدينا باش نوجدوا روحتينا شوفوا لي تكنيسات على الصحي جويس بالموندول. ورجعنا لكم واجدين مع نجمتنا لهذه السهره اللي تمتعنا عماد الدين فينا المو لي فغي تكنيسيان جابوا دي ميكرو فهموا الحمد لله نشكر لي تكنيسيان لو موا زهره اغيت اغيت دو نو كلاشي توس نشكرك اللي شديت لي الميكرو والغنيه تاعك شابه مع اختك ايال نحيوها بالمناسبه خلاص خلاص هي تخزي هاي تفضلي الو باسكو كانت بزاف شابه سيتي لا بروميير واقيل شون كابيل اللي غنيتها او ميرسي اكبر من حجمها نزيد نغني زيد 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 واش زيدي تغني لنا زيدي تغني لنا ونختموا القاعده مع خليني نهدي هذه الاغنيه اللي راح تغنيها غنيها عند فيصل رحمن الى عائله عبان بالبليده وبنته الينا والزوجة الكريمة يوسف صوفيا صغيرة. أوه مدينة الورود. تفضلي. مدينة الورود البوليدة. شحال هاد الأغنية أندلسية وحزينة شوية باسكو الكلام تاعها حزين. أوكي يلا. نسمعوا. نسمعوا بلا ما نفهموا. باش ما نحزنوش. أنا مريك على فان قولوا لي شوية. أوكي. فرقوني يا ترى هم يرجعون. ما بقى لي في لقاهم أطمع يا ليتهم ساروا قبل ما ودعوا وافترقنا عندما نزل القضاء آه لولا ألمي ما سحت برافو زهرة برافو دونك الوغ
قبل ما باش نطلعوا شويه المعنويات باسكو صغلينا الاغنيه طلعوا المعنويات معكم بالاغنيه القبائليه. ميرسي بوكو زهره. دوك نختموا لما والقعده معاك ومع كامل الحضور. قولوا لي واش فهمتم هذه الاغنيه؟ الفراق. مي الفراق دوك حزن الفراق. لا لا كي نجيو نفترقوا باش نقولوا لك باش نحزنوا مازال باش نحزنوا. الوغ شكون امين امين ولا ياسين اللي قدم لنا اغنيه دوكا؟ جو بونس بين زوج عندكم اغاني دونك واحد وراء الاخر. نبداو بياسين. علي هو زع. نبداو معك. تفضل تفضل. Yeah.
برافو ياسين. اغنيه نهديوها ولا مش احنا نهديوها، تهديها بثينه بالنيه من ولايه سطيف الى كل احبتها، ابيها، اخوتها، ايضا الامها كاتيا فارس بمناسبه العيد. تقول لها ربي يصبرك على وفاه اخوها الصغير اللي ما عندوش سنه اللي توفى، الف رحمه ونور تنزل عليه ان شاء الله يا رب، وعلى كل موتانا وموتى المسلمين. كان هذا اخر اهداء. شكرا لك لطفي، وشكرا لكل حضورنا الكرام. حنتفرقوا في بعض اللحظات بالانغام على صوت ياسين بانغام باش نفطنوا شويه باش نجوزوا سهره ما نرقدوش باش نوشينيو اليوم. نعم كنا كي صايمه قلت رمضان تعب تعب. علاش قلت لك؟ ها ياسين رجعتي امين امين رجعتي غلبني غلبني رمضان تاع العيد. غلبك العيد يعطيكم الصحة اللي جيتونا. شكرا. فريدة فكرتني في ميسيون تاعي في الصيف ميدي يكون كنت نقول طانيشة 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 ايه سي كنت قالي قلت لهم طانيشة. دونك نكملوا معاك زهرة جوستومون بيسك راكي عندك الميكرو، كلمة أخيرة تجوزي تحية تاع العيد. ايه حسن الختام. بون دابور شكرا للاستضافة، سي ان اونور دتر باغمي فو الفنانة قديرة راديو منال. شكرا لك فريدة نتلاقاو ان شاء الله في جيل اف ام ان شاء الله. شكرا لك لطفي يعني شفيت على الله الله لطفي. شكرا لك ياسين وامين، وشكرا لك عماد. لا لا ما نسيتكش عندك من تتلف لي ويعني نشكر بابا وماما لي سورتو ماما لي تعبت عليا وي جنود الخفاء لا واقفه وراء الكاميرا حيوها طبعا. وبابا كامل لا فامي رزق الله لا فامي اساد نقول لهم صحه عيدكم ان شاء الله ينعاد علينا بالصحه ولهنا يا ربي يعطيك الصحه. عماد بون تلفيو لي معليش هيا خلاص دوك نرجعو لي بون. نقول لكم يعطيكم الصحة على الدعوة، نقول لها صحة عيد كامل للناس اللي تعرفني، بالأخص العائلة تاعي اللي راهم يشوفوا فيا دوكا، الأخت تاعي آية اللي إن شاء الله بالك العام الجاي ولا في الفرصة أخرى تكون معايا إن شاء الله يا رب. نقول لكم أنتم شكرا على الاستضافة، وثاني نشكر قناة الشروق اللي من بداية مشواري ولات لي عادة أنايا من كل الفرصه باش نطلع على الجمهور تاعي والناس اللي يحبوني واللي يعرفوني. فوالا نعطيكم الصحه وصحه عيدكم لقبل العام الجاي ان شاء الله. تنورنا دائما. وثاني ما ننساش صديقي الاستاذ كل العائله سماحي واذا ما كان. فوالا يعطيك الصحه. شكرا لك ياسين. انا نقول لكم ميرسي بور لانفيتاسيون ديجا، بي صحه عيدكم، صحه عيد كامل اليوم يتفرجوا فينا. صافي تان بليزير فوالا ديتر بارمي فو بارمي سي زارتيست. نسلم على بيان سور مي بارون مي كوليغ مي زامي اي فوالا. شكرا لك. شكرا ياسين. ميرسي بوكو. امين قبل ما تجوز تغني نخليك نشكرو بيدرو اللي جانا زينو مع مهدي ثاني طبعا بيان سور مازال ما كذا اللي نورونا ورافقوا كل ضيوف نتاعنا. ميرسي بوكو شكرا لكم. كلمه اخيره ما قبل ما تلتحق. شكرا لانفيتاسيون ديجا وصحه عيدكم. عيدكم مبارك tous les Algériens. و ça a été vraiment un plaisir avec des gens ما شاء الله الله يبارك و لا بروجين فوا ان شاء الله راح يسمعوا الاغنيه نتاعك. نعاود ندير الاهداء مره من جديد لانه فيصل ما سمعش. تحيه فيصل الرحماني الى عائله عبان بالبليده بنته ايلينا والزوجه يوسف وصوفيا الصغيره. تحياتنا لعصام دهمه اللي رافقنا، امينه، راضيه، كل الشباب اللي كانوا ساهرين على نجاح هذا المباشر. تحيه ناعمه ايضا فريدة، كل الشباب اللي كانوا ساهرين من أجل نجاح الأعداد. شكرا لك فريدة. شكرا لطفي، شرف لي أن أجوز هذه السهرة معك ومع كل الضيوف ومع كل الطاقم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. عائلتك نقول لها صحة عيدكم، كل عام وأنتم بخير. صح عائلتي لا راهم يشوفوا فينا وين ما رقدوش ديبي توت الاخر. صح عيدكم طبعا، صح عيد عائلتي. إذا نخليكم تستمتعوا بصوت الفنان أمين، تفضل. راح يكون امين عمروش نختموا به هذه السهره. يعطيكم الصحه اللي تابعتونا طيله عمر هذا العدد من الساعه تاع الليل حتى الى غايه الساعه الواحده تقريبا. راهي غدا راح يلقاكم فريق جديد. نقول لكم صحه يعيدكم، كل عام وانتم بألف خير. سلام. مع السلامه.
زرمان هيا اللي